عم دور على الطحين ما عم لاقي وين حاط الطين. هيك انتي قولي لي ما كنتي فتحتي كل هالخزن؟ يي علينا ما بدي عذبك، روحي لعند جوزك واولادك. خليك زوج. وين الطحين؟ شوفي جربنا لك شغله، هذا ابني وانا بعرفه، لا تردي عليه صغير. شو ما رد عليه طفل وشتها العوامه ما بصير، واخذ 10 بالاملاء بدي اقضي له شهوته. انا بكره بقضي له اياها، لا تعذبي حالك. ما في عذاب، وين الطحين؟ يلا هجيب لك اياه. هاتي يلا. وهي الدراب السخن. هاتي طنجرة. اي لحظة. وهي الطنجرة جاتنا. هاتي روحي ردي عن جوزك وولادك، يلا انا بخفقها للعجينة لحالي. يعني ما بدك معاونة؟ لك ما بدي معاونة، بشتغل لوحدي لبلد. روحي انت لعند روحي روحي لا تلبكيني. رايحة رايحة. روحي. لا انت مين انت بتحب العوامة؟ اخ رحت شمطية شمطية. اي بدي اسمطها عشان تحرم تطلب هيك طلبات قدام العالم. اي عذبت جارتنا معامل العوامة؟ لا تخافي عليها، على قلبها احلى من العسل. اي فوت يلا، فوت على غرفتك انت وياه درسوا يلا. وين ابوك؟ فاتي نوم. اي فوت انت كمان انت وياه يلا. دو عوامة تنسى موعدك مع عيان خليكي تحطي ما تنطي، لا تحطي ما تحطي. هلا انت شو الله عذبك بهيك اكله؟ لك الطفل وجدها، هو كل يوم رح يشتهي هالاكله. كنا اشترينا له بكره الدراب السخن عوامي. مو طيبه عوامه السوق بالبيت اطيب، على القليل بتعرفي شو عم تحطي. مطاوله ام محمود؟ لا يلا ها خلصت، روحي انت حطي الزيت وحمي مشان اليوم. يا عيني. حطي كمان، هدول ما بيكفوا. هيك لك كمان، حطي كمان. العوامة لازم تعوم عوامان، لكن ليش بحمص بسموها فواشات؟ لأنه بتفوش على وش الزيت. حطي القنينة كلها ما بينكبوا، بيضلوا لمرة تانية. ولي لسه في مرة تانية؟ لك ايه مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة، دول الزيتات ما بيصير لهم شيء بينقلب يرد فيهم. انت ما دام احتجتيني بعوامة ناديلي، بتلاقي ام محمود شبيكي لبيكي بين ايديكي. ها 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 هيك منيح. ورجيني لشوف. تفضلي حطي كمان. هيك كمان. هيك كمان. ايه هيك ايه حاجه بكفوا بكفوا، يعطيكي العافيه. روحي انت شوفي جوزك ولادك، روحي بعد نص ساعه رح تاكلوا اطيب عوامه بالعالم. رحلتن على الدراجات في يوم من ايام عطلتي توجه سليم. لك والله هذا انا صرت مشهور يا سليم، ورفاقه في رحله على الدراجات زيارتي قلعة الأثرية. بدي نتفق بدي نتفق، إذا تاني مرة بتطلب هيك طلب قدام العالم، فهمت؟ لما بدك شيء تطلبه بيني وبينك، فهمت ولا؟ وشو فيي إذا أخي سمعت؟ لك أنا ما عم بحكي عن أخوك. لك أنا عم تحكي عن بابا. ولا عن أبوك، عم بحكي عن الغرب. ما كان في حدا غريب. أم محمود. أم محمود من أهل البيت. بلشت. هي هيك بتقول. لك ولادي. هذيك المرة لما خالك جاب العوامة ما أكلت غير واحدة أو تنتين، على أساس ما بتحب العوامة؟ مزبوط، أنا مو كثير بحب العوامة. لأنه بيحلى حلقي. لكن ليش طلبتها؟ ام محمود قالت لي نقع العوامه. اها هلا فهمت. شو فهمتي؟ فهمينا. تعالوا هون ولا تعالوا هون، التهي بدروسك انت يلا التهي. لك ولا سليم من يوم ورايح اذا ام محمود بتقول لك نق على شي مشوار او نق على شي اكله او نق على شي شغله اوعى تنق الدروس. كل هالبهدله مشان شويه عوامه خلص ما بدي اكل، كلوها انتو بحسابك بعدين. بعدين نروح يلا. رحلتن على الدراجات في
يوم من أيام العطلة توجه سليم وهذا مو أنا ورفاقه في رحلة على الدراجات. والله إنك شاطرة يا أم محمود، شو رأيك تفتحي محل حلويات؟ يا ريت، بس ما معي رسمات، بتشاركيني؟ يا ريت، بس أنا كمان ما معي رسمات. قولي لجوزك. مين؟ جميل؟ عملا له يا حسرتي، صحيح هو مدير بس موظف مثله مثل بقية الموظفين، إيرادي وراتبه ما بيكفونا لآخر الشهر. هو هيك عم يقول لي؟ من غير ما يقول لي، شايفة كل شي بعيني. معناتها ما بتعرفي شي، أكيد مدكله على كم ألف ونايم عليهم، من غير ما يقول لي. جميل؟ ما بيعمل شي من غير ما يقول لي؟ بعدين من له هالكم ألف؟ تسأليني إلي؟ شو نسيتي جوزك؟ شو مستلم؟ بجرة قلم بيطالع قدرك بوك 10 مرات. لا أم محمود، أنا بسمح لي تحكيك عن جوزي جميل؟ جوزي ما بيدخل ولا قرش حرام على جيبته. ومين قال حرام؟ هي شطارة. اسكتي اسكتي، بتعرفي إذا سمعت جميل بيبطل يدخلك على هالبيت؟ صدقيني هي كلها حركات مشان الواحد ما يظن في ظن عاطي، ومشان ما حدا يسأله من أين لك هذا؟ دخلك قديش عمره جوزك هلا؟ ليش عم تسألي؟ عندك إله عروض؟ أنت جاوبيني. 45. 45 سنة قليل. قليل؟ قليل على شو؟ قليل على التقاعد، لسه بده 15 سنة. وليش بدك إياه يتقاعد؟ مشان تبين الخيرات المخباية. يا ستي ان شاء الله ان شاء الله تهل علينا الخيرات، انا مو مستعده استنى 15 سنه بس، 50 سنه بس تهل علينا الخيرات. وليش لا تنتظري 15 سنه و50 سنه؟ كلمتين حلوين، حرفين ثلاثه. بتعرفي منه قديش معه وين حاططه؟ شبنا هنا شبك مطرمخه. بدك مني علمه؟ روحي شوفي مين اوام، روحي. حنين مطعمي، تفضلي تفضلي. ايه على راسي. حنين مطعمي، حنين تفضلي، اهلا وسهلا تفضلي. حنين مطعمي يا اهلا وسهلا، تفضلي البيت بيتك تفضلي. حنينك مطعمي صورة للدورك. لا هون منيح. ايه على راحتك، وين ما بدك تقعدي قعدي، ان شاء الله بتقعدي على راسنا. حنين مطعمي كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف وعمي؟ ان شاء الله بخير. اذا انتم بخير نحن بالف خير. الحمد لله مطعمي نحن بخير. ليش في حدا قال لك انه عندنا حدا مريض؟ لا بس يعني. بس شو في شي مطعمي؟ ايه في شي. تفضلي احكي عم اسمعك. ليش مزعلتي لجميل؟ يي انا؟ لكن انا؟ لا ما قصدت مرت عمي، بس مين قال لك انه انا وجميل متزاعلين؟ هو قال لك شي؟ لا ما قال لي شي، بس من تصرفه باين يعني. ليش وهمي؟ ما عمل شي، بس اجى لعندي قعد ساعتين قبل ما تجي انتي. يا مرت عمي ايش فيها؟ ايش تعي يزور امه يطمن عليها ويشوف كيف صحتها؟ ما فيها شيء. ولا انت ما بتحبي جميل يزورك؟ بالعكس بتمنى يزورني كل يوم، بس جوزك بالعاده بفوت لعندي بيقعد 5 دقائق بياخد بصه نار وبيروح. هالمره قعد ساعتين كاملات، لو ما كان زعلان منك ما كان طفش من البيت واجى لعندي. فشو الخلاف اللي بيناتكم؟ قليلي ليش مزعلتي؟ لا يا مرت عمي، معقولة زعلوا لجميل وطفشوا من البيت لعندك وملحقوا أنا والولاد؟ معقول؟ معقولة ليش لا؟ ما بدك إياه يفش قلبه لأمه، قمتي لحقتيه مشان ما يصير له مجال يحكي. أحسن شي مرت عمي، قوم فيق لك ابنك وتسألي ليش قاعد عندك ساعتين. يعني قال ما بتعرفي. ومنين بدي أعرف مرت عمي؟ لنفرض إنك مالك مزعلتيه ومطفشتيه من البيت، ما سألتيه عن سبب زيارته الغير عادية لعندي؟ وليش لا أسأله؟ رح فيق لك جميل وبتسألي بنفسك عن إذنك. عشنا وشفنا نسوان آخر زمن، صار بدهم صانعات ببيوتهم. لكن يا عمي لكن موظفات. يا ما قلت لك يا جميل لا تأخذ موظفة، ما كنت تسمع كلامي. أكيد عم تدفعك أجرة الصانعة أكثر من المعاش اللي عم تسحبه. لا وشو؟ ما جاب لي خبرها بنوب؟ طبعاً ما بيسترجي من مرته.
جميل جميل حبيبي، يلا قوم خلصني، امك بدها تشوفك، يلا قوم جميل. عادي ما انت خليني نام لي خمس دقائق. خمس دقائق؟ انا رح خليك نام خمس دقائق على المزبوط، يلا قوم يلا جميل. خلاص انت سبقيني وانا بالحق. شو سبقك؟ قوم حبيبي قوم. خلقتيني شبك، في وحده بالعالم فيا جوزها هيك؟ انت بتضطرني. انا بضطر هيك، رومانسيه طول عمرك. تربايتك حبيبي. وين امي؟ امك بالصالون. إيه لا بيلحق يشرب قهوة مع أمه؟ مدير وكاتب هيام بدلهم. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، تقبرني بكفي تقبرني. عاد جميل، عاد لشوف، طمني شلونك أنت ومرتك، صالحتوا لساتكم متزعلين؟ ومين قال لك يا مو إنه نحن متزعلين؟ يعني ما في شي بينك وبين مرتك؟ بلا في كتير يا مو. شفتي؟ احساسي محله، الله يسامحك. احكي ابني، احكي، فضفض فضفض عن حالك، بشو مزعلتك اللي احكي لي. رح فضفض يا مو، انا بيني وبين هنا ما في شيء، مثل السمنه على العسل، مو هيك هنا؟ اي حبيبي، بس امك مستغربه زيارتك الها، على ديك المره طولت عندها، قعدت عندها ساعتين ومفكره انه انا مطفشتك من البيت. الا انه ما في شيء حبيبي، الا انه ما في شيء. احكي تقبرني، احكي ولا تخاف. اشتقت لك ولروق، خلص انا اشتقت لك ورحت لزورك، هي القصه كلها. مش هي صدق، بس مالي قدرانه، اكيد في شيء مخبي علي. العوامه صارت جاهزه، اي الفواشات دوق لقمه القاضي يا استاذ جميل يا حبيبي. انت صانع كمان بلا لك ياها، بتعود مرتك على الكسل. حطي الجاتون جارتها لنادي للولاد لياكلوا. ماشي. جارتكم؟ والباب على الباب، حضرتك ساكنة جديد انت بهالبناية؟ لا محمود، هي ام جميل، يعني امي. الله يرضى عليك. مو معقول، ما بصدق، مبينة اصغر مني. بيزار تجوزتي وانت كنتي صغيرة؟ كان عمري 14 سنة لما جبت جميل. الله يرضى عليك الهي. اهلين تقبروني، اهلين سليم، اهلين. قلي طارق شلونك بالمدرسه؟ ان شاء الله عم تاخد عشرات. انا عندي اياهم كلهم عشرات. برافو. وانت يا سليم؟ انا كمان. لا تصدقي تيتي عنده 9.8. لا ليش؟ شايفه الانسات اللي ما بيحطوا عشرات، انسات اخر زمان. يا لطيف، ان شاء الله بتقبروني الهي. الله يعطيه العافية، خربت لي المطبخ فوقاني تحتاني. مشان شو؟ مشان شوية عوامي. يلا بعدين برتب المطبخ، لغلي لها فنجان قهوة لمرت عمي تشربه مع ابنها قبل ما يروح على موعده. إن شاء الله ما تكون قريت الورقة مشان ما تعمل لي مشكلة وفنطي قدام أمي. أهلين يا مو. أهلين يا مو. أهلين. شو سليم، ما بدك تاكل من العوامل اللي طلبتها؟ طيبين؟ دو اذا كانوا طيبين ولا لا. دو مو طيبين، يلي بيجيب لنا اياهم خالي اطياب. تفضلي ام جميل تقبريني، دو اياهم كانوا طيبين ولا لا. اسلموا ايديكي، ما بهون شيء، بس لو كنتي مبرده القطر وحاطه العوامه سخنه بقلبهم كانوا بيطلعوا اطيب. بس على كلن يسلموا هديات. ودياتك ابو طارق، دوق تقبرني، دوق اعطيني رايك. انا رايي من راي امي. ما بدك تدوق بالاوان؟ اذا دقتهم امي عدنوا انا دقتهم، لانه اذا ما عجبوكم بعملكم غيرهم وعلى طريقه امك، يعني بغطس العوامه السخنه بالقطر البارد. لا ام محمود، ما بدنا نغمس العوام السخنه بالقطر البارد ولا العوام البارد بالقطر السخن. زي امي جننتوني انتو، اذا ما بدكم عوامه خلاص بلا العوامه، تساوي لكم بكره ستاتي. عندكم سمن عربي؟ لا ام محمود، نحن ما نحب الستاتي ولا الايان. تفضلي. مستعجله كنت كثير على القهوه، بس بدها تقلعني. تفضل حبيبي جميل، تفضل يا قلبي. الحمد لله، أكيد مو قاريتا.
اشربي قهوة ام محمود. هات يا حبيبتي. ليش لحتى ما اشرب؟ بشرب، شو ناقصني انا؟ ليكون متضايقين مني كمان. يلا ماما روحوا انتوا على اوضتكم ادرسوا مشان تخلوا تيتا تعرف تشرب قهوة. روحوا خلينا قاعدين، اشتقت لهم كثير انا. لا انا فكري مرت عمي انهم يخلصوا دروسهم بعدين يجوا يقعدوا معك قد ما بدك. يلي بيسمعها بيقول عندهم بكالوريا. يلا بابا رجعوا لاوضتكم واسمعوا كلام الماما. يلا يلا روحوا روحوا. يا هيك رجال يا اما بلا، ما بيخالفوا نسوانهم بكلمه. اهلا وسهلا مرت عمي. يا اهلين. اهلين فيك يا عيون مرت عمك. جميل صار وقت موعدك. انو موعد؟ موعدك مع همام. من وادا همام؟ وانا شو بعرفني، انت اللي بتعرف. وانا منين بدي اعرف؟ بدها تخترع له موعد اختراع مشان يروح وما تخليني اخذ راحتي بالحكي معه. هلأ حبيبي مو انت الكاتب على الورقة، لا تنسى الموعد الساعة السادسة وبالعلامة مخربط، بدل ما تكتب همام كاتب هيام، مو مزبوط؟ إذا مو مصدقني بجيب لك الورقة. لا 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 جيبيها اتركيها، ما عم بدي اياها الورقة. حتى هيام عم تقراها همام. هذا صمام الأمان اللي ما عم ينفجر، راح يجنني. منو هاد يا مو؟ لا ما في شي يا مو عن إذنك، بس عندي موعد الساعة 6 مع همام. إذنك معك تقبرني، أنا قاعدة مالي غريبة. قوموا لا أرجيلة. قوم انت واخوك دنكور على دروسكم. يلا هما. اهلين مرت عمي. اهلا وسهلا. بالمهلي تقبريني. هنا هنا مين هما؟ عم بعرفه انا. ما لقيت اكتب غير هيام لحتى قرتها همام. ليش ما كتبت سعاد؟ كانت قرتها سعيد كمان. انا فرجيكي الفار ما عم يلعب بعبك. انا مو رح خلي الفار يلعب بعبك، رح خليه ينهشك نهش. اذا قوم ولد عندك البركه غير جميل. خلصنا بقى، نشفتي ريقي بسؤالاتك اللي ما عادت تخلص. على شو اسمك؟ قديش عمرك؟ شو كان يشتغل جوزك؟ وين ساكنة؟ وكم غرفة بيتكم؟ مطبخ كبير؟ سقيفتك واسعة؟ حمامك في بانيو؟ غرف نومكم تخت ولا بتختين؟ احلي عني قلقتيني. ليش اتضايقتي؟ عم نتعرف. ما بدي هالمعرفة. بالناقص حبالت. وين 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 راح عم محمود؟ وين طولي بالي؟ رايح على بيتي. لا حبيبتي عادي معنا تسلي. هادي بتسلى بشقتي. اتركيها تروح. ايه بروح. لا لا طولي بالك محمود. ثواني 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 لا تزعلي. خدي هذا تسلي فيه بالبيت. تفضلي. وسليم اضرب، شو بده ياكل؟ حرام خليه يقضي شهوته. سليم ما حبون. بكره بجي لعندك باكل منه. لا حبيبتي لا، هلا اذا ما اخذتيهم بدي كبهم بزباله. لا انا ولا جميل ولا الاولاد بنحب الحلو. خدي لا شو تكبيهم بزباله، حرام باخذهم لك. خاطرك جميل. مع السلامه. شو هالجاره اللي إليك؟ كيف بتحملتيها؟ الله يساعدك. معلش مرت عمي طولي بالك، هي صحيح كثير غلبه بس قلبها طيب، ما بينزعل منها، بعدين انا تعودت عليها. شو هاد؟ شو هالشياكه هي؟ شو هالشياكه؟ امبارح جيت لعندي بطقم جديد واليوم لابس طقم جديد، شو القصة؟ وين رايح؟ ما في شي يا مو، بس عندي موعد مهم يا مو. وشو هالموعد المهم اللي خلاك تلبس على آخر طرز؟ معلش مرت عمي خليه يلبس ويتشبشب، إذا هلا ما لبس أيمتى بدك تلبس بدك تقبر قلبي. تعي لهون لقلي، ديري بالك هنا، هدول الرجال ما منهم أمان، خصوصا بهالسن، هذا جهل الأربعين، ما له سهل، وعمك ياما لوعني وهو بهالسن. وجوزك بيطلع ابنه. سمعاني لك يسلم هالتم يا مو، يسلم هالتم. الوراثه بتلعب دور طبعا. لك الولد قد ما نط وحط ما بيطلع غير لابوه، من شابه اباه ما ظلم. مو هيك يا مو؟ تقبر قلبي انت، مشابه ابوك بكل شيء لهالشغله. ما عم يقرب بصوبه بنوب مرت عمي. بلا موعدك اليوم
عود بدي احكي معك. لا يا مول، موعد مهم كتير، لا بقدر اجله ولا بقدر الغيه، بخاف بعدين اتاخر عليها. عليه ما في موعد ما بتاجل. عود هلا بجوز تجي اختك وابوك، بدنا نسهر عندكم. لا يا مو، ولو اهلا وسهلا فيكي وباختي وبابي، بس شو بس شو يعني ما بدك تقعد معنا؟ هلا الموعد اهم لك، اذا كان عندك موعد مع ملكة الجمال لازم تتركه وتقعد مع اهلك. يا مو ما بقدر، لا تحجيني الله يخليك. معلش مرت، عم يرتاحي انتي، وخلي جميل يروح على موعده، وهو اكيد رح يحاول انه يجي على موعد ابوه، ما هيك جميل؟ بحاول، ايه بحاول، ورح اخذ الوردات معي على الموعد كمان. تقبر قلبي، الله معك جميل، لا تطول ان بقى تتعشى عنا، سوق شوي شوي حبيبي، الله معك. تعي لهون لشوف، تعي لهون لشوف، عم تعملي ليه؟ تعي لهون، علي قدامي لشوف. نعم مرت عمي. دخلت؟ شو هالموعد المهم يلي جوزك ترك امه مشانه؟ ما بعرف. شلون ما بتعرفي؟ ما سألتي؟ لا. يو اسمعوا على السمعة، لك في مرة بالدنيا ما بتسأل جوزها وين رايه ومنين جاي؟ وليش لا أسأله مرت عمي؟ هذا شغله هو أدرى فيه، وبعدين هذا همام أكيد شخصية مهمة بتتعلق بشغله. إيه همام؟ أنت متأكدة إنه راح يقابل همام؟ إيه شو قصدك مرت عمي؟ ما بيجوز يكون راح يقابل هيام وقال لك همام؟ صحيح هو كاتب على الورقة هيام، بس أكيد غلطان، كان بده يكتب همام أم كتب هيام. وبركي ما كان غلطان. لا مرت عمي اكيد غلطان، لانه لو كان بده يقابل وحده ما كان كتب على الورقه وحطها جنب التخت، اولا لانه كان خاف اني اشوفها، ثاني شيء لانه بعرف شو عندي، جميل كثير بيخجل مرت عمي، بشك بحاله ولا بشك فيه، ايه بيستحي يحكي مع النسوان كلمتين على بعض. لا تامني كثير، صحيح هو جميل ادمي وعينه ما بتطلع لبرا، بس الوراثه الا ما تلعب دورها. يعني قلت لك مرت عمي لسه في امل؟ امل شو؟ يعني جميل ياخذ من عمي شوي. ياخد شو؟ شوي من جهل الأربعين. يو يبعت لك الهنا يا هنا شعوبة. بس ما يكون نسي الموعد أو ماله فاضي يجي. قولي زهرة بكرة جاية وأنا لسه مالي عارفة شو بدي. الله يجيبك يا وزي. وهي كمان مرت عمي، تفضلي. حاكشي أكلت كتير. تقبري قلبي كتير طيبين هالتفاحات، صحة وهنا. طبعا بدها تشبعني تفاح مشان ما أقدر أكل شي على العشاء، إيه كأني عم باكل من بيت أبوها. شو نسيت إن هذا بيت ابني؟ في شي مرت عمي؟ لا سلامتك وسيم. مرحبا جميل، وينك هلا؟ تأخرت عليك. بس وين كنت يا سيدي؟ كنت بشركة إنتاج عم بقنعهم بالقصة الجديدة اللي عم بعملها. واقتنعوا؟ حكيت لهم قصة أنت ومرتك، قصة الصمامة اللي ما عم ينفجر، واقتنعوا، وهلا أنا والشركة ناطرين شطارتك. شطارتي؟ ليش أنا شو دخلني؟ شو بدي مثل بالمسلسل أنا؟ لا بس أنت بدك تمثل بالحياة. شو نسيت قصة زهرة؟ لا ما نسيت، كتبت لي شيء؟ هي كتبت لها، بس على الله تعرف تقوله إنه ما تخجل. قالت لها شو؟ ما بدي أعرف شو كاتب بالأول. يا وليد حاضر، أعطينا اثنين شاي. على راسي أستاذ. من اليوم ورايح راح أمشي وأنا معمص عيوني. أنا مغمض عيوني. مغمض عيوني مشان الصورة الجميلة اللي طبعت فيها ما تطير بالهواء. أنا سعيد جدا بمعرفتك، ما كنت متصور. إيه شو أدى ولا لا؟ أدى يعني، بس أنا قلت لك اكتب لي جملة مو مقالة. ما عجبتك؟ عجبتني بس. بس شو؟ اكتب لي غيره. ليش شو بهن هدول شو عيلتهم؟ كتير حلوين يعني بدك أحلى؟ أخي مشكلتهم إنه حلوين زيادة. جميل لا جنني، ما عم بفهم عليك منو؟ المشكلة إني بعرف حالي يا وسيم، خروب، هذا الحكي ما بقدر أقوله. شايف شو بده يصير مثل ما لي شايفك، راح أحمر ويقصفوا ركبي ووقف مثل اللخمة. انت تدرب عليهم 4-5 مرات وتخيل زهرة قدامك، وبكرة لما بتكون زهرة قدامك وعم تقلها ياهم ما تلاقي حالك اللي عم تقوله بدون ارتباك ولا اي خجل. متأكد؟ انت عمال مثل ما عم قلك بتنجح. طيب وسيم اذا عدتهم 5 مرات بكفي؟ اذا لقيت حالك مالك متمكن منهم عيدهم 10. ولا قلك رح عيدهم 20 مرة لأحفظوا البصل. ايه مثل ما كنت تعمل بالجامعة. يلا وسيم قوم تيسر. عم تقلعني؟ ايه عم قلعك هيك شي.
جميل عم تحكي جد؟ لك عم بحكي جد. احفظ بقى يعني ما بقى بدك يعني؟ لك ما بدي اياك. ماني قايم بدي اشرب الشاي. الدولة الكاستين وقوم اضوي، بدي اعرف احفظ. يلا ماما، هاي شفتوا تيتا ولعبتوا معها، بوسوا ولا تسمع على خير. يلا حبيبات يلا. خلينا شوي تانية. معلش معلش حبيبي تيتا. هلا روحوا ناموا مشان تفيقوا بكير، بدي عشرات. ها صباح على خير تيتا. انت من اهله تقبرني. الله يرضى عليكم. يلا صباح على خير حبيباتي. صباح على خير. يلا تعال تعال تعال. وين وين فايتنا؟ مش انت ما بدك تفوت تنام معي؟ ايه تعال بالاول كبل زباله، اليوم دوره. لا دوره. لا دورك انت. امبارح انا نزلتها. لا انا اللي نزلتها. ماما امبارح مين كبل الزباله؟ لا انت ولا هو. اصلا امبارح ما كان عندنا زباله، واول امبارح نزلها طارق. شفت مزبوط اليوم دوره. شلون دوري بقى؟ هلا انت مو قلت انه اولت امبارح نزلت الزباله؟ مزبوط. ايه خلاص اليوم دوره. ما فهمت، اشرح لي. يا لطيف شو مخك سميك، رح اشرح لك. هلا هون بالبيت مين بنزل الزباله؟ يا انا يا انت. مزبوط. معناتها كل واحد منا بنزل الزباله يوم ايه يوم لا، صح؟ صح. معناتها اليوم دورك. لا زكي، اليوم صحيح بيكون دوري لو حضرتك امبارح نزلت الزبالة، بس طالما امبارح ما نزلتها فدورك بضل دورك. كلام طارق مزبوط. سليم نزل كب الزبالة. يلا قوم. حسبي الله ونعم الوكيل على هالليلة. لك بدي افهم من وين بتتجمع عنكم هالزبالة؟ من وين؟ ولا لما بنزل على رصيد ما في حدا. يا لطيف تسلموا ايديكي يا ام محمود. فقست بتم فقش. قال ما حبهم. قال بحفظ منيح اللي ما حبهم، لأنه ما كان صفي لي شي يجيبه معي. قولي مين جاي هلا؟ قولي قولي. ما اساله انت اصبعتك على الجرس. هلا بلش المسلسل. ايه فوتي ماما فوتي فوتي رح نقعد خالق محمود. احلى هيك جايت لي بنتها معها، بكره بتجيب لي الصايح كله. ما اجي لي التحسين. تلفزيونكم ما تصلح لهلا؟ لا لسه اخذوا ابو تحسين على الشركه، قالوا له بده تبديل قطعه ما لها موجوده، بقى بدها شي شهر لتجي. شهر ولي؟ وانتي سهام شلون الدراسة معي؟ ماشي الحال. يعني عم تفهمي عليه للإستاذ جميل؟ يعني ما كتير. لا ليش؟ إستاذ جميل كتير فهمان وشاطير. من جهة شاطر شاطر، بس بيقعد بعيد عني ما بفهم الدرس منيح. لك دبي لك حوبة، هو ببعد انتي اندحشي فيه. إستاذ جميل لأن خجول بيستحي، قربي منه. عم قرب، بس أنا بقرب هو بكش. بكش؟ لك اتأخر جميل. يظهر مرت عمي موعده كتير مهم وعم يناقشوا مواضيع مهمة. الله يعطيه العافية. الله يعافي لياك يا رب. مرت عمي، عمي وسحر تأخروا كمان، مو على أساس جايين يسهروا عنا؟ على أساس هيك، وقالوا لي إنه ما بيتأخروا، وأنا وصيته لعمك إنه آخر بارتية الطاولة بلاها ويجوا على بكير. ما مشكلة مرت عمي، أنا قايمة حضر العشاء من هون لربع ساعة بيكون. منيح أنا قايمة معك كمان. لا شو مرت عمي تومي معي، خليكي قاعدة محلك، ما تقومي أنا بساوي كل شيء لحالي. بيجي بوقف جنبك بساعدك شوي. لا مرت عمي معلش، حلفنا ما بتساوي شيء. فرجي على التلفزيون وتسلي. فيس فيس هي ما حصلتش. تسلي مرت عمي، ساوي اللي بدك إياه. رح متمخي على وشي، ما قبل العشاء بين عيوني. يا لطيف أنا ما شفت هيك وحدة. ما بداني فوت على مطبخها، شو انا رح اكله؟ يا لطيف هذا بتصور لي وليام سعيد جمال بالزوق، نفس الوقت سعيد جدا اني شفته. من اليوم رايح رح امشي وانا مغمض عيوني، من اليوم رايح رح امشي انا، من اليوم رايح رح امشي انا مغمض عيوني، من اليوم رايح رح امشي وانا، من اليوم رايح رح امشي وانا معمص عيوني. شو صار في لهلا؟ والله لو كانوا أهلي هن اللي عم يستنوا ما كنت زعلت، بس هدول أهله
وبيعرف انه عم يستنوا على العشاء، بس ما يكون عامل له حادث. شلون بدي اعرف؟ ما عم بدي اتصل. يا رب ترجعوا بالسلام يا رب. نفس الوقت سعيد جدا اني شافته، واليوم رايح رح امشي وانا مغمض عيوني، واليوم رايح رح امشي وانا مغمض عيوني، واليوم رايح رح امشي وانا مغمض عيوني، مغمض عيوني مشان الصوره الجميله اللي طلعت فيها ما تطيب الهوى، واليوم رايح رح امشي وانا مغمض عيوني مشان الصوره الجميله اللي طلعت. شو استاذ دنام هو؟ ليش قد ايش صارت الساعه؟ 11 شوي. على المؤاخذه سيد وليد، شريف تصبح على خير. الله معك. ايه ايه انا معك. في حدا بهالاسم؟ طيب شكرا كثير لك، عذبناك معنا. اي وين بده يكون لهلا؟ يخلي قلبي عليه. مساء الخير. اهلين جميل، اهلين حبيبي، ورشني شوف. شوفي. ما صار لك شيء جميل بنون؟ عن شو عم تحكي انت؟ ما في اضرار؟ لك عن شو عم تحكي؟ عن الحادث. انو حادث؟ انت ليش تاخرت لهلا؟ يا سألتني. اكيد تاخرت بسبب حادث سير، ما هيك جميل؟ حادث سير؟ ايه؟ الحمد لله على سلامتك يا جميل، الحمد لله على سلامتك حبيبي عوض. منيح لي ما اجت فيك، اجت بالحديد، اصلا السياره الحكومه بلا ها؟ وين امي؟ امك واختك وابوك استنوك، ولما تاخرت عشيتهم وراحوا. حباب جميل حباب، انت تخبر قلبي ان شاء الله، قوم احكي مع امك، قلقانه عليكم حبيبي. انا ما بدي اتصل بحدا، بعدي انا مالي صغير اذا تاخرت لي شي ساعه تقلقوا علي، يكون بعلمك. من هلا ورايح صار عندي اشغال واعمال وبدي اتاخر لهلا واكثر من هلا، فلازم تتعودي اجباري. حبيبي انا من جهتي ما في مشكله، تاخر بشغلك قد ما بدك، بس المشكله عند امك حبيبي. قلب الام غير شكل، ما بيصير. قوم اعتذر منها حباب جميل. وشو رايك اعتذر منك كمان؟ ليش تعتذر مني جميل؟ بلكي لاني تاخرت لازم تخانيني؟ لك تعي خانيني، بلكي علمت حالك وفكرتني قاعد مع شي وحده. اه تعي لشوف، لك بلكي بتخانق انا وياكي، لك بروح برات البيت، بروح لعند امي. شو صاير لك جميل؟ ايش انا في اللي بالعاده خالك مشان شغله تافهه او شك انك مع وحده ثانيه؟ لك بعد اللي بجنني انا. خذ لك احكي مع امك. لك ما بدي احكي مع حدا، ما بدي احكي مع حدا. حبيبي مشان قلبك حبيبي انت. اسمعي، الو، اهلين مرت عمي. اهلين جميل. ايه اجا اجا، ما في شيء ما في شيء، تكرم عيوني. احكي مع امك. الو يا مو. الحمد لله لا ما في شيء يا مو، بس بدي اسالك، ابي كان يعصب شيء؟ قلبه كان يلفق شيء؟ لا لا يا مو، بس اسمعي اسمعي. لحضروا العشاء على بين ما يخلص حكي مع امه. خطي بيكون مات من الجوع لهلا ونشف ريقه على كثر الحكي بالاجتماع. لا يا مو الله يسلمك، لا كان عندي شغل. شغل يا مو يعني شغل؟ ايه مرتي ما سألتني السؤال اللي عدت تسأليني انت يا مو. الله يخليكي حاكيني بكرة. خلص بكرة يا مو. ايه مع السلامة. وبعدين مع الحيط اللي عندي مرتبة التخت، الورقة مو قايمتها. شلون بدي خليها تشك فيي أنا؟ شلون؟ جمودي حبيبي حبيبي جمودي، ما بدك تتعشى؟ لا ما بدي أتعشى. ليه حبيبي؟ تعشيت. أكنت اللي ما كنت جهزت العشاء. لك ليش أنت سألتيني؟ لا بدي نام. أنت أقبر قلبي لدفي لك التخت لك. بدي أتعشى. يقبر قلبي معصب اكيد من الاجتماع، احسن شيء ما احكي معه، بدي نهام.
وسهلين. ما كنت متصور انه بيوم من الايام ممكن راح امشي وانا معمص مغمض عيوني. من اليوم ورايح راح امشي وانا معمص مغمض عيوني. حافظها. من اليوم ورايح راح امشي وانا معمق انا مسكر عيوني. من اليوم ورايح راح امشي وانا معمص. الو الو الو. اهلين مرت عمي. اهلين صباح النور. لا ما سألته وليش لأسأله؟ أنا ما بتدخل بشغله مرت عمي. المهم إجا صاغ سليم. أي كرم عيوني. لحظة. جميل جميل جميل. أخذ الأولى. ألو مرت عمي خليكي معي على الخط أبريني. الو مرت عمي خليكي معي الخط قبليني. وين راح هذا؟ ما في حدا. وينو؟ مو هون السيارة. يبقى هو اللي اخذ الاولاد على المدرسة. الهي يرضى عليك يا جميل حبيب قلبي يا تاج راسي. الو مرت عمي بحثته عنه ولم اجده. يمكن طالع بكير على الشغل مرت عمي. ايه بجوز عنده شغل اضافي لهيك طلع بكير. ما شفته لاساله. لا بس كنت نايمه. لا مرت عمي شو نايمه على اذاني. جميل ما عنده هيك شيء ابدا. هو صحيح هالايام متغير عم يلبس كتير حلو وعم يطلع بكير من البيت وعم يجي متاخر على البيت بس مرت عمي اكيد ملبوك بالشغل. اي الله معك مع السلامه. تعبتني روح نام. كيفك يا سودا؟ علي وسالي نوبت بيتي اما سالت بلا وسالي لا انت عم شو علي حافظ حافظ علي حافظ لا انت عم شو السعاده علي مين؟ اهلين وسهلين زارتنا البركه والسعاده نولتي البيت يا قمر. تفضلي تفضلي تفضلي. انا سعيد جدا بمعرفتك. ما كنت متصور اني بيوم من الايام ممكن اتعرف على انسان اجتمعت فيها كل الصفات الحلوه الجمال والذوق واللطافه والسحر والزلال والذكاء والدلال والذكاء. وانا بحسد عيوني اللي شافت هيك ايه من الجمال والكمال وبنفس الوقت سعيد جدا انها شافتهم. من اليوم ورايح رح امشي وانا معمص عيوني مغمض عيوني مشان الصوره الجميله اللي انطبعت فيها ما تطير بالهوا. هوا بدي غير هاي الكلمه. هوا ما تطير بالجو. شو في خير؟ شو بدك؟ عم دودي وعم ودود عم دود عم 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 بدك قهوه استاذ؟ لما بدي قهوه انا بنادي لك 100 مره قلت لك بطلي الحركات. يلا لشوف. هوا استاذ. هوا يطيري. فاتت بدون ما اشوفها حتقدر تطلع بدون ما اشوفها. خليها تسترجي تطلع وتقرجيني خلقتها. رح ضل هون لنهاية الدوام. وإذا ما طلعت من هون لنهاية الدوام رح نام هون لبكرة. أنا سلمان.
نعم استاذ. خلي درويش يجيب لي قهوة. رح اجيب لك اياها بنفسي استاذ. انا قلت درويش. لك هان ما بده يعني يفوت مشان ما اشوفها. درويش! لبيك لبيك يا درويش لحلوك يا عيوني انت يا روح درويش. جيب لنا 3 فناجين قهوة. 3؟ لمين التالي؟ انت شو دخلك عمل مثل ما قلت لك قضوي؟ لك طب وجهي من فوق كالونيا كالونيا. أنا بورجيكي. وردي سمعتي على الخبر؟ ولا بدي اسمعه. بس خبر مهم كتير. احتفظ فيه لنفسك. ما الخبر بهمك إليك. إلي أنا؟ إيه. هات لشوف احكي. يا ستي هذا مطالعين قرار بيمنعوا فيه قطف الورد من الجناين. اي ما بيقصروا، حاج كل ما واحد فات بجنينه يقطف لي ورده ويقصف لي عمره. مزبوط، بس هذا القرار بيضرك اليك، قصدي هذا القرار بيخلي الورد يتبل على امه وبتروح ريحته، عرفتي شلون؟ وما بيعود له طعم، بتلاقي اوراقه وعم تهرهر وما حدا بيعود بيقطفه. شو قصدك؟ ما قصدي شيء، خبر وعم بنقول لك اياه. طق وموت ما رح اتبل. في شاب متقدم لي جديد، حلو وصغير وغني، وقريبا جدا رح يقطفني من جنينه. الله يوفق لنسفي. يما الورد على امه والملفت تحت امه، لك عيني فيه وقلبي عليه هو عليه. ايه على عيني استاذ، ما رح طول. ماشي مع السلامه. لك عشلي يلا باي. مع السلامه. صحي مهام، انا كنت اليوم عازمتكم على الغدا فما رح اقدر، عندي شغل بتعرفي انت. بسيطه ولا يهمك. ايه ممكن تعتذري لي من بنت خالتي وتقولي لها من كل بيت بكره في عزيمه. لا تهكلي هم، روحي هلا على جولتك. اكيد بكره. اكيد يلا. يعني ما حتنسي. باي. يلا باي. الورد الجميل الجميل الورد. اتفضلي انسي امل، فنجانك صحتين وهنا. الفنجان الثالث لمين؟ للمدير. طيب التالت للمدير، الثاني لمين؟ كمان للمدير. يعني بده يشرب 2؟ لا بده يضيفها يا لمين؟ شو بيعرفني؟ هلا بتفوت لعنده وبتعرف. مين؟ انا درويش المنجعي. اذا درويش فوت. على شو عم تدور؟ ما في شيء، كأني لمحت شغلة مرقت من قدامي. القطع! كأني ما لمحت شغلة مرقت من قدامي، بجوز تهيألي استاذ. تهيألي؟ ليش جايب فنجانين معاه؟ للضيف اللي عندكم استاذ. أنو ضيف؟ بجوز تهيألي إنه عند الضيف استاذ. إيه العادة تهيألك، حط فنجان هون وروح يلا. حاضر استاذ. اليوم ورايح رح امشي وانا معمص مغمض عيوني مشان الصوره الجميله اللي انطبعت فيها ما تطير. ما رح اقول بالهوى. خدي الدولة اي فنجان تاني. دوده مين في عند المدير؟ فاره. عم يغازل فاره؟ هلا كل الحكي اللي سمعته كان لفاره. ايه فاره. درويش هال 500 ليره رح تكون حلال زلال مني الك. من ايد ما نعدمه. لا انا قلت رح تكون، ما قلت صارت. طيب شلون لحصري؟ بسؤال هالقده بتجاوبني عليه بكل صراحة بيصير الطربوش فوق راسك. طيب انا شو بيضمن لي اذا جاوبتك على السؤال ما ترجعي بكلامي؟ لا يا دودة لا. شو ما في ثقة؟ اذا ما في ثقة ما رح نتفق. لا انا رح اعطيك ال 500 ليرة قبل ما تجاوبني، ولا انت رح تجاوبني قبل ما تاخذ ال 500 ليرة. طيب في عندي حل. شو هو؟ شو هو ايه؟ تعطيني 250 ليرة هلأ وبعد ما جاوبك على السؤال بتعطيني الباقي. عدل مو هيك؟ لا مو عدل. شلون مو عدل؟ شو بيضمن لي تاخد 250 ليرة وما تجاوبني؟ اتمحي ان شاء الله انت حوا. بعدين انا مالي قاتل حالي لانشئل السؤال، انت اللي قاتل حالك لتعرفي الجواب. ايه تعي بعتلك حمى تعا. ماشي الحال، رح اعطيك الطربوش كله. تفضل. الله يعوض عليك كل طربوش بمليون طربوش يا عم. يلا درويش احكي لي من طقطة. السلام عليكم، شو قصة الفارة؟ انو فارة؟ شو انو فارة؟ لسه الطربوش ما دفي فوق راسك. طيب
أنا رح أحكي لك، حبيت تصدقي صدقي، ما حبيت تصدقي مشكلتك. ماشي الحال، احكي. هذا يا ستي فت لعند المدير. حلو. وأنا بدي ضيفه القهوة. حلو. فتحت باب التواليت، قامت طلعت لي هالطوبة هي، خطيرة كبيرة. أتوتلو. يبعت لك حمى، جدي لعب عالتيس. مين الجدي ومين التيس؟ استاذ هذا تليفوني عم يرد الحروف. رد ردي من عندي من هون، حتى لو كانت مرتي قولي لها مالي موجود. يلا الو. اهلين مدام هنا. لسه ما اجا ولا اتصل؟ لا ما اتصل. بتعرفي مدام انا كتير 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 قلقانه عليه وخايفه يحكوا معي من الوزاره وما يلاقوا. تقبريني طولي بالك، ما صار شيء، اكيد هلا خمس دقايق وبيكون عندك بالمكتب، اكيد انشغله بشي شغله، لا يغلى قلبك حبيبتي انت. على كل يا مدام، يا ريت اذا حكاكي يعني تتصلي فيني وتطمنيني. اهلين مدام، مع السلامة، يا اهلين. انت ممثلة عظيمة يا امل. عجبتك استاذ. روحي جيبي قهوة. رجلي ما عم يحملون. دخيلكم قلبي قلبي يا أمي قلبي. يا ترى شو بقصة المدير من هالحركة؟ وليش ما بده يحكي مع مرته؟ وليش خلاني إلا أنه ماله هون؟ أكيد في سر بالموضوع، بس شو هو هالسر؟ شو هو؟ أكيد المدير متقاتل مع مرته وزعلان. يا رب، ما بده يحكي معه، عم تتصل لتراضيه وهو ما بده، ما في غير هالتفسير. يا لطيف شو طبعه صعب بس بيطلع له. المهم إني بسته يقبرني. أكيد هلا بتكون أفكار عم تاخدها وتجيبها، عم تقول لحالها ليش عم بتصل هو ما عم يرد. معناتها اكيد هو مو بالمكتب، اكيد هي بدها تحكي لحالها. لك فتلي فتلي فتلي. فتلت. هلا من وصلتي على البيت راح تبدا علي بقى زخ اسئله. ممكن نعمل وهذا اللي بدي اياه. حرام هي مو هيك بتحكي، بس انا هيك بلدها. يعني وين بده يكون لهلا؟ وين يعني؟ أكيد لا فيل على شي وحدة حلوة كتير وسرقون الوقت. يعني هلا إذا جوزك بيلفي على نسوان ضلوا تكون كل أصابعك مثل بعضها؟ بعرف شو عندي. شو زعلتي مني؟ كم أمزح معي؟ معقولة تعلميني على الأستاذ جميل؟ بس شو بدك؟ الأستاذ جميل ما أشبه شي، هداك اليوم طلع كام كلمة حلوة معه لزهرة. هلا معقولة تكون أمه صار لها شي وراح لعندها؟ اتصلي فيها تأكدي. أي أحسن شي. الو مرحبا مرت عمي، كيفي؟ كيف صحتي؟ الحمد لله، يعني ما عم يجعك شيء، طمنتيني الحمد لله. لا ما في شيء، بس شفتك بمنامي يعني منام كان مزعج فحبيت اطمن عليك، مو صاير لك شيء؟ اكيد يعني، ايه الحمد لله. قولي لي مرت عمي، جميل عندي؟ امتى راح؟ عن جد؟ لا بس اتصلت فيه على المديرية ما لقيته، حبيت شوف إذا كان عندي، حابة أحكي معه كنت شوي. أنو قميص؟ راح يضبه بالبيت؟ يسلم دياتك مرت عمي. اي ماشي تقبريني. شكرا كتير مرت عمي. يلا بخاطري. ما لقيتي عنده؟ كان عنده وهدته قميص، فيمكن يكون راعي البيت ليحطه هنيك. جوزي لا تقولي جوزي نو، انا هون ماري جوزك، انا الاستاذ سالم بالبيت عند الجلي والمسح والكناسه. هيك جوزي عفوا نسيت. هاي معاملاتكم خالصه.
حبيبي، انت اليوم عندك شيء المساء؟ لك شو بدك فيني؟ شو بدك فيني؟ اذا كان عندي شيء ولا ما عندي شيء، انت ما دخلت منوم في، انا حر، بروح بسهر، ما بروح بسهر، ما بيجي، بروح ما بيجي، مالك انا رجال، رجال. طبعا انت حر حبيبي، بس انا قصدي يعني مشان دبر اموري. دبري دبري امور شو؟ ابن خالتي الدكتور الجراح. الجراح اتصل فيي اليوم وقال لي انه جاي يسهر عنا المساء. انت قلت لحالي لا اسالك، انت بالبيت ولا عندك شي سهره؟ مشان اقول له لابن خالتي الدكتور الجراح. ايوه الجراح، اهلا وسهلا ولا اجلها ليوم تاني؟ لا لا لا، قلي له قلي له خليه يجي، معلش اصلا انا عندي استشاره طبيه مشان طبلت اذني. على فكرة دريت انه ابن خالتي الدكتور الجراح بده يتجوز، عم يدور على عروس، فقلت لحالي اذا بذهنك شي عروس حلوة من بيت الحلو. ترى بقول تعرف الحلو؟ لا قل له يا هلا ابن خالتي. لا لا لا، انا ما حوالي بنوب، يعني انا كل الشكلات اللي حوالي بشعين، ما لهم طعمة، مو حلوين بنوب، بيقرفوا. أنسة وردة، حواليك شي عروس حلوة لابن خالتي؟ استاذ سالم، شايفة مناماتك عم تصير حقيقة. منامات شو؟ ما في منامات ولا في لا في شي. عم تقلي مناماتك كمان؟ ما بعرف هي وصلتوا للمنامات كمان؟ وصلت انت وياها للمنامات؟ هذا اللي كان ناقص. تعي هون انت، وين رايحة؟ وين رايحة؟ يلا على من اليوم ورايح شو ما اعتزت من الصيدلية راح خلي جارنا جميل يدفع. معقولة ينتقلوا؟ ما راح خليهم. شو الشغلة على كيف أنا؟ اليوم بشوف جميل وبحكي معه، بقنعه ما ينتقل. ساعة واحدة يا أخي، أنا ما دخلني، سيادة المدير هيك بده. أضويت. أهلين وسهلين أستاذ وسيم. كيفك أنت؟ الحمد لله. سيادة المدير جوا؟ إيه جوا. فيني أدخل لعنده؟ إيه تفضل أستاذ، بس ممكن تعطيني دقيقتين من وقتك؟ دك تكرم عيونك، خمس دقايق لأحلى سكرتيرة. شكرا أستاذ، خجلتني. حكيت مع المخرج بخصوص شو؟ بخصوص. ها ايوه حكيت وافق يعطيني الدور؟ وافق، بس في اشكال. بس شو استاذ؟ ما في شيء، المسلسل اللي بين ايديه هلا توزعت الادوار كلها وما في مجال يوزع لك هلا، بس وعدني بالمسلسل الجاي ما بينساكي ابدا. وامتى المسلسل الجاي؟ ما بيطول، شغلته قريبه. قديش بده استاذ؟ على شطاره بقى جميل المدير؟ ايه المدير. وشو دخل الاستاذ جميل بالمسلسل؟ دخله له علاقه بالموضوع وبعدين بحكي لك. عرفتها. هلا فيني اتفضل بقى؟ اتفضل استاذ. اهلين وسيم، لو ما اجيت لحالك كنت عم اتصل فيك. اكيد نجحت خطة الانصاب. يا ريت. كمان ما مشي الحال؟ الحال ما تلحلح من محله ولا خطوة. يا اخي انت ما عم تعرف تطبق الخطط. انا عم نفذ اللي عم تقلي عليه حرف حرف. يا اما هي القصة اللي عملتها على لابتوب ما علمت. ريح، خود شوفها شو ما علمت. محرزي، شافتها؟ اي نعم شافتها. شو قالت لها؟ بمنتهى العزوبة والانسيابية والرومانسية، بوش على المطبخ سنول السنتوم، بلشت تفرق فيها، قال مشان ما اتسمم من قرصة النحلة. قرصة نحلة؟ لا هي المرة اللي عندك مو معقولة منو؟ أنا بحياتي ما شفت هيك مرة، لا بالقصص ولا بالحقيقة. واسمع مني ها، مهما عملت ما حينفجر سمان أمان. ارضى بيلي قسم لك يا الله وخليني كمل مسلسلي. طيب شو رأيك إذا قلت لك إنه صمام الأمان انفجر وصار بخبر كان؟ شلون؟ شلون ما بعرف، بس اليوم الصبح قبل ما اجي على الدوام مريت لعند امي اشرب فنجان قهوه، قعدنا حكينا شوي، ما خلينا حدا ما عطيناه بالمقلاه. تاخرت على الدوام، من وصلتي خبرتني امل انه هنا متصله فيي لهون اربع خمس مرات. هي اول مره بتتصل فيي هنا على الدوام اربع خمس مرات بنفس النهار. حتى وانا قاعد رن التليفون قلت لها لا امل قولي لها مالي هون، وما رديت عليها. بعد ما راحت أمل صفنت هيك، ليش عم تتصل فيي كل هالقد؟ معناتها أكيد شكوا، يعني بلشت تشك فيي. بجوز إيه وبجوز لا؟ قلبي عم يقول لي إيه، لأنه أمل قالت لي إنه هنا كانت كتير ملهوفة لتعرف أنا وين وليش تأخرت على المكتب. على كل خير إن شاء الله. لك صحيح وسيم، بدي منك خدمة. تفضل. أنت ساعدتني بتشعيل النار،
هلا بدك تساعدني بتطفايتها. شلون يعني؟ ما فهمت عليه. لانه اكيد هلا من وصلتي على البيت رح تبلش هلا تستجوبني. تعرفت شو بتحكي؟ اذا هاجت ما في مين يهديها. يا حبيبي يا حبيبي تعلق بيناتنا وتطلع اصواتنا ونتبهدل قدام العالم والناس. وسيم ما في غيرك يفكني. ها الساعة 3:30 بتسحب حالها بتجي لعندي على البيت، إذا لقيتنا علقانين بتفكنا وبتعزمنا على العشاء. لا تخاف أنا بدفع. ماشي، الساعة 3:30 بالضبط بكون عندكم، وإن شاء الله تكونوا متخانين حتى نكسب العشاء. عشاء؟ يفضح حريشك شو بتحب الفاينة؟ هي أكيد هي. رد جميل. لا ما رح رد، خليها تغلي غلي. لك أخي رد بلا قلة عقل. لك لا تخاف أنا منبه السكرتيرة هي ترد وتقول لها مالي هو. رد. ها رديت. صار لازم امشي، هلا بيجوا الاولاد. هلا انت عم تحكي جد؟ طبعا جد. تشاو. لك راحت ومهاممه، معناتها القصه مزبوطه. لكن يا عمي ناس بيسمح لهم يروحوا قبل نهايه الدوام بساعتين، وانا اذا اتاخرت الصبح ساعه بيعمل لي اياها صرعه. شو عليه؟ بسيطه. لك ليلى، لك عم حاكيكي الك. مالي فاضيه لك، تركيني بهمي. انت انهجري انت الثانيه. إلا شو حاملة همه هالقد؟ أخدها ولا ما أخدها؟ إذا ما أخدها الصبح بياخد الظهر. باركي لي عبورة. إيه مبروك. عقبال عندي. على شو؟ على الحبل ولا على الإجازة؟ على الاثنين سوا. إن شاء الله. باركي لي، المدير وافق لي على إجازة أسبوع. إن شاء الله ألف مبروك. لكن بتروحي على بيتك وبتريحي حالك وما بتتعبي حالك بالمرة، ومن هون لنهاية الأسبوع إذا ما لقيتي حالك مرتاحة خلي لك أسبوع تاني. وهيك رح ساوي، بس رح روح هلا على البيت. إيه الله معك. بطلت علي، مو بكره تتركيني لوحدي. اكيد بطلتن عليك. يلا باي. باي. الله معك. باي. الله معك. وانا كمان بدي اجازه. يلا بحبلها بالكازب يا ربي. منين هي التفاحه؟ هي تفاحتي. ليش ماما ما حطت لك تفاحه بالشنطه؟ ليش انت ما اكلتها؟ لا ما اكلتها. ليش ما اكلتها؟ هيك انا حر اخي. وقت اللي كنت بالمدرسة ما كنت جوعان، هلا جعت اجى على بالي اكلها، انت اخو ملاقي. ليش عم تتخانقوا شباب؟ ما في شي جاتنا، ما عم نتقاتل. صواتكم واصلة لعندي، شو القصة سلي؟ طارق خيران مني لأنه أكل تفاحته بالمدرسة، أما أنا أكلتها هلا قدامه، هو ما معه تفاحة ياكلها. تفاحة؟ ليش أنتم مو صايمين؟ شو المناسبة؟ رمضان لسه مطول. هلا يعني انت واخوك اليوم اكلتوا تفاحاتكم؟ هو اكلها بالمدرسه، اما انا عم باكلها على الدرج. سليم تعلق لك حبيبي، تعا. يا ترى الماما والبابا قبل ما يروحوا على الشغل فطروا؟ ليش عم تسالي انت شو دخلك؟ اذا فطروا ولا ما فطروا بدك تفطري معهم؟ لا حبيبي ما بدي افطر معهم، انا عندي فطور بس بدي اطمن عليهم اذا كانوا بياكلوا قبل ما يروحوا على الشغل ولا لا. لانه مبارح انا سمعت الدكتور بالتلفزيون عم يقول انه الواحد لازم يفطر بكير ضروري مشان ما تصير معه قرقعة، مشان هيك عم بسألك، مشان اذا ما عم يفطروا مشان نبهون. ها لانه القرحة مرض صعب كتير. اللي يعني يفطروا اليوم ولا لا؟ ما بعرف، بجوز فطروا بجوز لا. لطيف شو قاريح. انت طارق تعال اللي انت ما بتعرف كمان؟ انا واخي منروح على المدرسه قبلهم، بقى ما بنعرف اذا بيفطروا بعد ما نطلع ولا لا. ها ايوه فهمت. قولوا لي يا ابطال، انتوا مالكم مبسوطين بالعيشه هون بالحاره؟ حدا عم يزعجكم شيء؟ ما حدا عم يزعجنا، بس ما حدا بيلعب بالطابه بالشارع. احسن، لانه اللعب بالطابه بالشارع خطر كثير. ما بتعرف بجوزوا انتو عم تلعبوا بالطابة تكسروا لكم شي برور او تمر شي سيارة مسرعة تفعش شي واحد منكم بالحارة. هيك احسن، حارتنا كتير كويسة وما في مثلها. واذا اهلكم حبوا ينتقلوا من الحارة لا تخلوهم، قلوا لهم نحن حبينا الحارة كتير وما بدنا ننتقل. شو؟ جاتنا محمود تعالي لي تعالي. شو حبيبي سليم؟ انت شو مصلحتك بالموضوع؟ انو موضوع؟ موضوع بقاؤنا في الحارة او انتقالنا منها. سليم انا ما لي مصلحة سوى انني احببتكم جدا جدا وحبيت جيرتكم. انا ما بيهون علي اني انا فارقكم، انتو ما بتحبوني ليش؟ بيهون عليكم تتركوني وتنتقلوا من الحارة. انا مو فارقة معي، وين ما رحنا منلاقي جيرة. وانت طارق؟ انا ما بيطلع بايدي شي،
إذا بابا وماما قرروا إنه بدنا ينتقلوا بدنا ننتقل. تعا سليم تعا. الظاهر إقناع الأولاد ما رح يعطي نتيجة، لازم أقنع الأب. طارق، أنت سمعان شي من الماما أو من البابا قصة إنه بدنا ننتقل؟ لا، ليش أنت سمعان شي؟ لا، عجيبة، منين اخترعت هالأم محمود قصة إنه بدنا ننتقل؟ ما بعرف، بس تجي ماما اسألها. شايف لك هالأم محمود؟ مصيفة بنوب، حدا بيصوم قبل ما يجي رمضان؟ ما بتعرف، بجوز يكون في صوم تاني. ليش بيصير؟ يكون رمضانين بالسنة؟ ما بعرف، بس تجي ماما اسألها. شو هالأم محمود هاي؟ بيقولوا عنا بيت الحمصي. يعطيك العافية دكتور. أهلين، أهلين وسهلين مدام. يا أهلين فيك، بدي أسألك، مر عندك الأستاذ جميل ودفع لك حق الدواء اللي أخذته من عندك أم محمود؟ إيه بسيطة، ما مرق اليوم، بيمرق بكرة، شو عليه؟ يعني ما مر اليوم وأخذ من عندك حب التهاب؟ لا، أنا ما شفته. هذا اللي كنت حاسب حسابه، على كل ممكن تعطيني حب التهاب إذا بتريد. إيه على عيني. بس على يكون عيني. كويس. آه هذا نوع ممتاز كتير. كل ست ساعات حبة. شكرا كثير لك، تفضل، ويا ريت تقطع حق الكل. ايه مثل ما بتأمري. شرفي مدام. شكرا كثير لك. على فكرة مرقت لعندي ام محمود وطلبت من الدواء اللي اخذت منه امبارح. ان شاء الله عطيتها. عملت مثل ما قلتي لي تمام. برافو عليك، حاكم هالمرة اذا خليناها تيجي تاخذ يلي بدها اياه بتاخذ كثير، ما نجلقها. ايه لا تحكي لي عنها، بعرفها دخيلك، بعرفها. شكرا كثير لك دكتور. مع السلامة، مع السلامة مدام. خير ان شاء الله، بلاقي جاية ماشي، شوينا سيارة السياحة. اهلين هنا اهلين. شو مالك بالعادة جاية من الشغل على بكير، شو القصة؟ مديرنا راح بكير قمنا فركنا. ها ايوه، مشان هيك ما وصلتك سيارة السياحة. وشو عرفك انه سيارة السياحة ما وصلتني؟ انا بالصدفة انا كنت على البلكون عم اتشمس قمت شفتك جاية ماشي. لا هي وصلتني بس لعند الصيدلية وراحت. خير في حدا مريض؟ ليش الصيدلية؟ لا ام محمود ما في حدا مريض، بس رحت دفعت الدواء اللي عليكي. شفتي هالصيدلي شو طلع قليل اصل. خير ام محمود شو عمل؟ ما رضي يبيعني دواء تاني بدال اللي خلص. أبي جوز ما بقي عنده. لا هو هيك قال، أنا ما صدقته، ما بده يبيعني. وليش ما بده يبيعك؟ في تار بينك وبينه لا سمح الله. لا أنا منين التار بيناتنا؟ بس هو يخاف يكتر عليكم الحساب تقوموا تطولوا عليه بالدفع. لا لا يا أم محمود ما له حق بنوب، هلأ بدي خلي جميل ينزل يبهدله. لك لا يبهدله ولا شيء، أنا فتحت لكم حساب بالصيدلية الثانية. أنو صيدلية؟ الصيدلية اللي بآخر الشارع. وشو المناسبة؟ رحت أخذت من عنده مراهم لإيدي، لقيت كتير عرف، قلت لحالي قبل ما ينفقوا لحقي حالك بكم وحدة. قمت أخذت ثلاثة، بكفوا ثلاثة ما هي؟ شوفي إيدي بلشوا يطيبوا ها، ما هي؟ يا الله يشفي لك إياهم. هنا هنا بدي خبرك خبر، بس وعديني ما تنحري. إيه؟ خير أم محمود شو في يحكي؟ توعديني ما تعيطي عليهم للولاد؟ أم محمود احكي، الولاد عاملين شو عملة؟ لا بس بس شو أم محمود سيبتي لي ركبي؟ فطروا. فطروا؟ ما فهمت عليكي؟ هلا أنتوا صايمين ولا لا؟ لنفرض صايمين. لا بدك تقلي لي، صايمين ولا لا؟ صايمين. لحالكم ولا مع الولاد؟ أم محمود نحن والولاد. معناتها لازم تعرفي طارق وسليم فطروا. وأنت شو عرفت؟ شفته لأنه لسليم عم يهرش تفاحة. هلا هذا الموضوع اللي صار لك ساعة عم تقولي لي لا تنحرم من شانه؟ ما بعرف، بالي رح تتضايقي. الولاد صاموا والله فطروا هن حرين، المهم أنا وجميل صايمين، ويا ريت أنت كمان تصومي معنا. الله يتقبل. ما زالون صايمين، شو بدي فوت ساوي عندهم؟ لفوت سخن هاليبرقات واشفط لي معهم شوية لبن. أكيد هلأ بتكون عم تغلي غلي وعم تنتظرني على أحد من الجمر. لك فتحت اليوم أكثر من 5 تليفونات، معناتها الأمور بلشت تزبط والفار بلش يبحث بعبا. إن شاء الله وسيم ما يتأخر عن 3.
احسن شيء اخذ له شيء هديه بطريقي، بلكي بتلطف الجو لبين ما يجي وسيم. يا رب تمضي هالساعه على خير يا رب. شو قصتك ابو طارق؟ ما في الا بسمعك عم تحكي مع حالك، شو في خير؟ لا ما في شيء، انا متعود احكي مع حالي، هي شغله خاصه، بعدين انا بحاكي حالي ببيت الحمصي، انا اخت مرأي انت شيء؟ لا إيه بدي اقول لك تفضلي، بس مثل ما بتعرفي ما رح تستفيدي شيء لانه صايمين نحن. معلش يا ابو طارق، خيره بغيره. يا ابو طارق شو كنت بدي اقول؟ لا تفتح، لا تفتح الباب دقيقه، ما رح اخرك دقيقه واحده بس. هلا انت برايك البيت الكبير الشرح المرح اللي فيه اوضه نوم كبيره واوضه نوم ثانيه للاولاد وصالون واسع للضيوف والسفره ومطبخ شرح، يعني شرح كبير بتتحرك فيه ست البيت على راحتها، هذا عدا المنتفعات اللي صايره لحالها، هذا البيت يا ترى برايك احسن ولا البيت الصغير احسن؟ مبيني اشكره البيت الكبير احسن. وانا هيك عم اقول. لكن ليه عم تساليني؟ لانه مرتك ما بتحب البيت الكبير، ما عجبتها شقتها، بدها تنتقل لبيت اخر. شو عم تتعب قال من التنظيم؟ مرتي هيك قالت. شوف هو من جهه التعب ترى معها حق، البيت متعب، بس على كل الأحوال بضل أحسن من البيت الصغير. معنا محمود، خلصيني، قولي كل اللي عندك، مستعجل بدي فوت لبيتي. ما عندي شيء إلك يا غير إنك لا توافق أنا مرتك عن نقلة، أنا عتضل ببيتك، وإذا كان عالتعب أنا ببقى كل يوم والتاني بطل عندك وبساعدك. كتر خيرك، شكراً. جميل، اهلين حبيبي. يلا قوام روح غير ثيابك، الغدا صار جاهز. يلا. شبك جميل واقف محلك؟ ما تفوت تغير ثيابك؟ يلا حبيبي قوام، ما كنت تتغدى يعني؟ جميل بدك تتغدى ولا لا؟ بدي اتغدى. عجلك شوي لانه الاولاد جوعانين. شغلي بتجنن، بكير هلكتني بالتليفونات وهي عم تسأل عني، هلا وقت شافتني ما سألتني وين كنت. لك شو هالمرة هي؟ مو مرة واحدة اتصلت فيي، اتصلت فيي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. إيه خمسة؟ خمس مرات؟ هي أكيد مأجلة الخناقة لبعد الغداء مشان الأولاد يتغدوا. معها، لأنه إذا تخانقنا هلا لا نحن رح نتغدى ولا الأولاد. لا لا زعت هنيك بتجي. لا طارق سليم تعالوا تغدوا حبيباتي. يلا يلا ماما غسلوا ايديك. مرحبا. اهلين يا مرضي. لا بدي بوسك مثل ما باسك الدبور. يا حلوة. صب لك رز. صبي لي رز. يلا معقولة قدراني تصبر لبعد الغداء؟ ريال على الأعصاب، هدوء فظيع كأنه مو صاير شي بنوب، بس أكيد هذا هو الهدوء اللي بيسبق العاصفة. الله يجيبنا. شو صاير اليوم؟ متأخر كتير. مرحبا. أهلين وسهلين. متأخرت كتير، وشغل بالي عليك. كنت عم نزل بضاعة. الله يعطيك العافية. الله يعطينا خيرك، بالظاهر بدك مصاري. لكن شو بدك؟ بدي اتغدى معك يا حبيبي. بدي اتغدى معك يا حبيبي. مها بلا لف ودوران، قولي لي شو القصة؟ اينو قصة؟ قصة هالعزيمة العرمرمية، هالمائدة، هالوليمة الفاخرة، كل فكري العيد والله. وانت قلتها، بالنسبة إلنا أحلى عيد. عيد شو؟ عيد العمال؟ لأنه عيد زواجنا لسه بكير عليه. عيد ثمرة زواجنا يا حبيبي. ثمرة زواجنا؟ شو قصدك؟ ما فهمت عليكي.
أنا حامل. نعم؟ مفاجأة حلوة كتير ما؟ مفاجأة حلوة؟ منين حلاوتها؟ لسه 6 شهور ما صرنا متزوجين، على القليلة خلي مر سنة بلا أولاد. الشغلة مو بإيدي. لكان برجلك. نعيم ليش هيك عم تحكي؟ بدك تزعلني منك ها؟ حدا بيقول لها لمرته هيك وهي عم تبشره أحلى بشارة بالدنيا؟ هذا بدال ما تبوسني وتبارك لي وتنزل تجيب لي هدية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسامحك يا مها على هالعملة، لسه ما لحقنا ننبسط بعرسنا. طبعا ما بدك أولاد مشان ما ترتبط وتضلك دايرة ورا النسوان من وحدة لوحدة. من كل عقلك عم تحكي هالحكي؟ لكان من نصه. تعال ما بدك تتغدى؟ ما بدي، مفاجأتك السارة صدمت لي نفسي. تفضل جميل. بعدين رح يوصل وسيم والحريقة لسه ما هبيت. شبك امي؟ دايمة صحتين وهنا. روح غسل ايدي. وانت كمان صحتين، غسل ويديكم منيحة. ايه جميل، ما قلت لي وين كنت اليوم؟ الحمد لله اخيرا فرجت فرجت فرجت. ما سمعت شو قلتي؟ قلت لك وين كنت اليوم؟ وين بتكون يعني؟ كنت بالمكتب. اتصلت فيك وما لقيتك. السكرتيرة قالت لي، هي حطت السماعة من هون وانا كنت. روحوا بابا، روحوا على اوضتكم، في شيء بده يصير ما لازم تشوفوه، حريقة بده يصير. لك تحرك. هي سكرت السماعة من هون وانا فت على المكتب. مالي نصيب احكي معك، ليه ما اتصلتي مرة تانية؟ اتصلت مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة. وما لقيتك وين كنت؟ وين تكون يعني؟ بالمكتب. وليش ما رديت؟ تليفوني المباشر خربان. مو صحيح، السكرتيرة حكت معي منه. شو قصتك هلا؟ شو قصتك؟ وين بيكون يعني؟ بالمكتب يعني، بالمكتب، وين بيكون؟ مو شرط تكون بالمكتب نفسه، يعني كنت بالمديرية. كان عندي اجتماع، أخذ الدوام من أولته لأخذته. طيب واحد بيساوي هيك اجتماع ما بيخبر سكرتيرته؟ ليش لحتى خبرها؟ هي المدير ولا أنا؟ مشان تعرف وين تلاقيك إذا حدا طلبك. ما بدي اياها تلاقيني، بعدين بتزعجني اثناء الاجتماع. لك حدا طعم السمكات. جميل لا تلف وتدور، انا بحياتي ما سمعت اجتماع بضل من اول النهار لاخره. شو قصدي؟ عم تكذبيني؟ ولك يا عمي شو عليكي ما بتستحي؟ هلا انا صرت كذاب وين بدي اكون يعني؟ بدي اكون عم تتمشاني مع شي وحده وعامل لك انه انا بالمكتب، وين بدي اكون؟ ولك وانت ما كنت شيء، وين بدي اكون؟ جميل لا تعصي، انا من الناحيه مطمنه منك. بس مع ذلك في شيء انت مخبي علي، مالك بالعاده؟ شو القصه؟ وانت مالك بالعاده تتصلي فيه 5 تليفونات بالنهار؟ شو بدك؟ عم تراقبي حركاتي؟ وين بروح وين بجي؟ انا حر، وين ما بدي روح وين ما بدي بجي. ما كنت تجي وين ما بدي بجي انا. لا تعيين، انت حر، انا من يوم وراح ما عاد اتصل فيك. منيح هيك؟ ايه منيح. شو كان بدك مني؟ كان بدي ذاكرك مشان تاخد حبة الالتهاب، مشان الله تخلي عرقبتك ما تلتهي. وبعدين معي بدها تجنني يعني؟ لا ما رح خليها تجنني، انا بدي جننها. هي انا بدي شو بدي جننها؟ ما انا رح هي مجننها. ليش لحتى ما جن هنا؟ هنو هنا 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 هينو. نعم. شبك لساتك زعلانه؟ لا وانت ان شاء الله هديت. انا هديت بس اني اعصابي تعبانين هاليومين، هيك شوي تعبانين اعصابي مو بايدي. إذا تعبان بتصلك بالدكتور زياد، بيجي بيداويك وبيعطيك شي بيهدي. ما بدي الدكتور بطيخ أنا. ها إجا وسيم، افتحي له خليه يفوت لعندي على الغرفة. إيه في حدا بيجي بهالوقت؟
هلا خلص خصمية وفهمي وساوي اللي عمل لك عليه. افتحي له وخليه يفوت لعندي على الغرفة. ايه انا تعبان انا. خلاص جميل انا بفتح له بس ما رح فوته لهون. انت تعبان ولازم تنام. وصفات وسيم لهون ما رح يخليك تنام. انا بنبحت ها على دار انا بنبحت ها. خلاص خلاص رح فوته. صارت تخاف من بحتي. كل ما ضايقتني ببحت. اهلين استاذ وسيم تفضل. شكرا. في موعد بيني وبين جميل هلا. بعرف بس هو هلا تعبان. معناتها حصل. بس انا ما تاخرت عليه. الحق علي كان لازم اجي من اول معه. الله يصلحك يا مدام، الشغله بدها تروي. كل شيء بينحل بالتروي، وهلا وينه بالمستشفى؟ بغرفة النوم. بغرفة النوم؟ ايه، انا رح دخلك هلا لعنده بس يا ريت بعد اذنك طبعا انك ما تطول لانه اعصابه تعبانه مثل ما قلت لك. حاضر حاضر ما طول. اخ يا راسي سلامتك يا جميل سلامتك راسي. شو راسي بشو ضربتك؟ اكيد بالكندره. ارجيني لاشوف. ما في شيء راسي، ما في ولا جرح. انا روحي ساوي لنا قهوه. حاضر. ريح ريح لك رح يصير معي جلطه من افكارك الخنفشاريه. ايه خوفتني. شو صار معك؟ اكيد الخناقه كانت قويه. الله يصلحك. ضروري طن لك خمس مرات ما ترد عليها يا اخي. من اول طن ثاني طن رد على الطن الثالث. رد على الطن الثالث ان شاء الله يطن راسك وما يلاقوا لك دواء. انت بتعرف بالاول شو صار؟ شو صار؟ عود لاحكي لك. هذا مو اقترحت علي اني اقرص حالي. الله لا يوفقك. مين هي اللي ممكن تضربه بالكندره؟ ليش هيك وسيم عم يحكي؟ بعدين شو هالموعد اللي بهالوقت؟ يا اما كان يعزمه على الغدا يتغدى معنا، يا اما ياجل الموعد لبعد ما ينام ويفيق. أنا ما استمت في هالموعد أبداً. يلا أنا شو دخلني؟ هو ورفيقه عم يتوعدوا ولا شو لحتى انحشر بيناتهم؟ أكيد بدهم يعملوا شي، وإذا كان هالشي بيخصني أكيد لحالهم رح يقولوا لي. ضحك لألك ضحك لأنه فعلاً شي بيضحك. هلا بدها إياك مشان حب الالتهاب؟ عجبك. وأنا طول الوقت مفكر إنه بدها إياني لأنه عم تتجسس علي. بدها تعرف وين أنا. وين رحت؟ لك يا جميل لك نيالك، لك انت عايش بهنا. ألف رجال بيتمنوا يكون عندهم مرة مثل مرتك. وحدة بتخاف عليك ومأمنتك. لك مزبوط، بس كل شيء إذا زاد عن حده بينقلب لضده. هاي الحق معك فيها. وهلأ شلونك؟ لساتك أعصابك تعبانة؟ لك أنو أعصاب؟ ريح شباك ريح. أنو أعصاب؟ ليش بقي في عندي أعصاب؟ قلت لك ريح. هذا انت. اهلين ام تحسين. كيفك ام محمود؟ اهلين ام تحسين. اهلين بالحامل والمحمول. اشتقت لك. ليش ما عم شوفك؟ تعي فوتي توف شي. تركينا من امبارح نحن اولاد اليوم. والله والله وقلبي بكسر لها وعقد اليمين. تذكري يا ام تحسين انه ام محمود في ذلك اليوم قالت لي هذا الكلام. ام تحسين يوم اللي ما بشوفك فيه انا بحس شي ناقص. هلا قليلي تغديتي ولا لسه؟ لسه. حدا بيتغدى بهالوقت؟ بكير. كتير منيح. هاي صحن رز بازاليا حطيت لك فيه نص كيلو لحم غنم مشارك. ليش بعذبي حالك ام تحسين؟ ليك البراد عندي ملان متلتل صدوره صدوره. فوتي ام تحسين اذا بدك تشوفي شوفي. ها ارتاحي ام تحسين. اهلي عدي هون هون ام تحسين. صدوره للبدوره حبيبتي انت. انا بعرف يا ام محمود انه الاكل عندك كتير. سلامت خيرك. بس هالصحن اشتهيت لك يا حاكم. هديك المره ما قدرت تدوق صينية الكواج ولا انا. ستي الجايات اكثر من الرايحات. بكفي انك عم تتذكريني. ام محمود الك ولا للديب؟ خير. ما في الا الخير. بتعرفي اخوكي ابو تحسين قاعد بلا شغل وما عم يلاقي شغل، وبتعرفي انه جاي على باله يفتح دكان تسمانه. عم يدور على حدا يديننا ما عم نلاقي. وأنا هيك صفناني وعم فكر مين ممكن يديننا. ما لقيت غير أختي وحبيبتي وجارتي أم محمود. أنا من اللي؟ لا ما منك أم محمود، من ابنك اللي بخورفك. كان الله يخلي لك يا رب. يعني أكيد محوش لشي قرشين. قولي له أم محمود بركي بيبعت لنا فروق محل وبس يجي منرجع له ياهون دين. شو قلتي؟ إلي؟ تعي أم تحسين عاوزتك أنا شوي حبيبتي. خدي صحنك أنا تغديت. الله معك مع السلامة. شبكي امجد واغياد ناموا قبل ما يتغدوا. يبعت لك حمى. انت الثانيه. انت الثانيه يعني انا الاولى.
بحفظ ضربي ست ما يرد. ايوه شرغه وتصاصل انت، هذا اللي شاطر فيه. انا بنحم بدني وانت جيت. هلين باري هادي عمك. يسلموا هالايدين، لحظه لجيب لك حبه الالتهاب قبل القهوه. بعديه عني. لو عم بعدها ما بدي اشربها. ما بيصير حبيبي مشان رقبتك تطيب قوام. هي قرصه، لا تفكر شيء ثاني. لا لا بعرف انه قرصه، بس يا ترى قرصه دبور ولا نحله من هاللي ببالي؟ يا ريت قرصه حنش، كنت ارتحت انا. شو بنا ابو طارق شو بنا؟ يلا جميل خذ الحبه مشان تشرب القهوه مع رفيقك. تفضل. ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. لا ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. هاتي ها بدك تشربها. لا ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. اشربوها انتو. اذا حياتي بوقتي على حبة التهاب راح اشربها. لا بدك تشربها وبدي اشتري لك ظرف ثاني كمان. ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. طولوا بالكم هلا، لا تخنقوا قدامي خلاص. معافى ابو طارق ماني فاضي انا لانه عندي موعد مع ابو فراس. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. بدك تعطي بالك ها، هي قرصة نحلة ما بتطيب قوام، خاصة اذا من هذا النحل المربرب. جميل لا تزعل، هلا ببعث لك طارق بجيب لك ظرف ثاني. يا طارق اذا بشوف حبه التهاب بالبيت بنحر حالي من الوريد لعرق اللبن. لا حبيبي تقبر قلبي، لا تنحر هالقد. نسيت اسالك لمين هاي؟ هاي اليك من البارفان اللي بتحبيه. إيه تقبر قلبي، اصلا البارفان القديم رح يخلص. يسلموا ايديك جميل. نعم. انت مو ملاحظ انه صدف كثير تكررت؟ انه صدف يعني المرة الماضية لما قرصك دبور جبت لي خاتم ذهب، واليوم لما طول النهار ما رجعت على المكتب جبت لي بارفان. المعنى بيقولوا انه الصدفة اذا تكررت ثلاث مرات بتصير مقصودة. لك المعنى كملي. شو كملي؟ يعني اذا الصدفة تكررت المرة الثالثة بجوز شك جميل. ها شكي بشو؟ كملي. شك انه انت عم تجيب لي هالهدايا مشان تستر على شغلات ثانية. الله اكبر الله اكبر. خير بابا شو في؟ حرقنا فلسطين؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شوفي ماما شو صار. لونك شايف. الله اكبر الله اكبر. شكوا 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 شكوا. الله اكبر الله اكبر. شو ما بقي غيري عائل. الله اكبر الله اكبر. هوني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بيش الله اكبر عليهم. شكوا شكوا الله اكبر شكوا شكوا الله اكبر الله اكبر. ولي 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 شو صار؟ شو اللي صار؟ ابو محمود ابو محمود ليش مرعوب انت؟ ليش مرعوب؟ ولي شو اللي صار؟ ولي مين ضربني؟ مين ضربني؟ ولي هاي الاصوات جاي من بيت ابو طارق. شو اللي صاير عند بيت ابو طارق يا ترى؟ ها؟ معقولة يكون عندهم عزيمة؟ مو معقولة، صايمين. حدا من الاولاد نجح؟ هلا مو وقت فحوصة. ليقوم ابو طارق رب حاله شي ورقة يا نصيب. معقولة. لقوم لحق حالي بالحلوان. من كل قلبي إلك كان لازم افرح لكم. مثل بيقول اذا كان جارك بخير بنوبك من خير وخير. وينه ابو طارق له بارك له؟ وينه؟ ولي هربوا. وين وين راح ام محمود؟ بدي بارك لابو طارق جار الرضا حبيبي. وعلى شو بدك باركي له؟ يو هنا علي كمان. شوفي هو التكتم بهيك موضوع مطلوب وضروري، بكره الغانم بصير يدق
باب دارك بيكسر ايده وبيمدها، وخدي على اسباب بقى بتقطعه للقلب. واحد بده يعمل عملية لبنته، وواحد بده يفتح دكانة لابنه، وواحد بده يشتري سيارة يشتغل عليها، والتاني بقى بده يعمر أوضة زيادة ببيته، وواحد ما معه حق مازوت، والتاني بده يشتري ثياب لأولاده، ووحدة موتت جوزها وولادها وكل قرايبينها ما معها تاكل، وكل واحد بقى بيخترع لك قصة شكل شي مزبوط وشي مو مزبوط. بتحتاري مين بدك تصدقي؟ ويا ريت تنقض على الأهل والقرايبين والجيران. وبكرة يلي من 10 سنين اجتمعتوا معه بشي سهرة بيعمل حاله من أعز أصدقائكم، وبيجي مشتاق بقى وملهوف لشوفتكم، وبيتذكر وبيتفنن بقى بهديك السهرة الحلوة يلي قضاها معكم، وبيتمنى لو تنعاد كل يوم. ولذلك معك حق جارتنا أنك تخبي وما تقولي، بس مو علي، انا جارتك وحبيبتك ام محمود اللي حرقت ايديها مشان تساعدك. ام محمود ممكن تهدي شوي لافهم منك القصه؟ لك اذا انا هديت انت لازم ما تهدي يوم، لازم ترقصي وتغني شهر. لا يا شو شهر، سنه بحالها 365 يوم وربع. ام محمود ممكن تتعطفي علي وتتحنني وتفهميني شنو مفرحك هالقد لحتى عم تزلقتي مركز زلقتنا معي؟ لا أنا يلي لازم زلغت معك مو أنتي. أنا ولا أنتي مو فارقة، بس فهميني شو السبب. أنا إذا خبيتي عن البناية والصايح كله علي لازم ما تخبي، نحن بيناتنا خبز وملح وحروقة. أنا ما عندي شي لا خبي لا عليكي ولا على غيرك. ماشي أوكي، أنا بعدي لي لشوف. راح على بيتي أنا زعلت. أنتي حرة. شو قلتي؟ أكيد عم تمزحي. هلا وقت هالحكي انت كمان؟ الله بيعلم اني انا فرحت لكم من كل قلبي لاني بحبكم، مستحيل انا ازعل منكم. اي تحبك العافيه. رجعتي تغشمي حالك؟ خلاص قلت لك انا مالي غريبه، واذا خايفه لا اطلع احكي للجيران. لا تخافي، سرك كبير غميق ماله قرار، ما حدا رح يعرفه ابدا. لك انا وسر وانا وبير، فهميني عن شو عم تحكي. ليش جوزك ما قال لي؟ اخص أخص على هيك رجال، بيأهرموا نسوانهم وهن فقرة، وقت اللي بيصير معهم مصاري بيخبوهم عنهم، بس ما له حق بنوب. شوفي أم محمود، يا أما بتحكي بالمشير معي يا أما الله معي، بدي فوت ارتاح. أيوة لك معقولة أنت هنا؟ معقولة هالعراضات وهالهتافات؟ الله أكبر الله أكبر، بشعتك مالك حاسين. أم محمود وصلت معي لهون، إذا ما بتحكي الله معي. لك جوزك يا حوبي ربح ورقة يا نصيب. جوزي ورقة يا نصيب؟ ايه والجائزة الكبرى كمان. كمان الجائزة الكبرى. هنا ألف مبروك، زلغتي معي هنا مفروحة أنا. مبروك بابا مبروك. على شو؟ شو ما سمعت ربحنا الجائزة الكبرى؟ شو هالحكي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليش؟ ليش؟ شكو 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 شكو. شفتي هاي اولادك عم يزلغطوا ويباركوا لابوهم بالجائزه، رايح ابارك له لابو طارق انا. معقوله؟ الله اكبر الله اكبر، مبروك ابو طارق. لا 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 ليش شلون شحطت؟ زلغتي معه؟ ما بدك تخبرني الخبر السعيد اول زلغت وشحيت؟ ليش ما خبرتك انا؟ لا ما خبرتني. والله ما خبرتي. شو رايك انت؟ ايه بس بقى لا تضوع علينا فرحتنا، مبروك ابو طارق، ان شاء الله بتصرفهم بعرق العافيه الهي. الله يعافيكي الهي، يا محبه يا ودوده يا ودوده انت. لك اذا ما حبيتكم الكل لمين بدي احب؟ جميل، قصه الجائزه الكبرى مزبوطه؟ انو جائزه؟ اسمع جميل، بتخبي على الناس كلها خبي بس مو علي. ليش لحتى خبي عليك او على غيرك؟ لو ربحان الجائزة كنت قلت لك. ليش قلت لها لأم محمود الله يبارك فيكي وخلينا اياك يا محبة يا دودة؟ انا قلت لها يا ودودة مو يا دودة، تفرق. صحي بابا صحي، مشان شو كنا عم نمطوط ونزفق ونقول الله اكبر الله اكبر؟ لك صحي ذكرتني، الله اكبر الله اكبر. شكو 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 شكو. الله اكبر الله اكبر. ليش ما دريتوا؟ مشو ما راح لكم. بسيطة لا يقلنا هيك شغلة، ما بيقدر يخبيها كتير إلا ما تنكشف. أنا ما راح يهدالي بال إلا ما أعرف قديش ربح. لك صحيح هي ما فكرت فيها، قديش يا ترى صارت الجائزة الكبرى؟ قديش صارت الجائزة الكبرى محمود؟
رد علي، ما بدك ترد؟ ابعت لي مصاري، ما تبعت لي؟ لا تحن علي يا مقومع يا واوية يا ابن الواوية، عمرك ما ترد، خليك بكخور فكاني، مدينة السحر والجمال شيتك. أنا صار لي زمان ما اشتريت ورقة يا نصيب. يا سلام لو الجائزة 10 ملايين، بركي بغير هالعفش كله وبشتري عفش جديد، وبالمرة بغير التلفزيون والبراد، صلقن زمان عندي. وشو بدي غير يا سعدية يا بنت المسعود؟ شو بدي غير؟ بدي ركب دوش مشان اتفرج عليه بآخر الليل، سمعت عم يطالعوا فيه أفلام هزي مزي. هلا ماما أنا ما فهمت، ربحنا الجائزة ولا ما ربحناها؟ والله يا أمي علمي علمك أنا كمان مو فهماني شي، مثل الأطرش بالزفة. أنا فهمت. شو فهمت؟ نحنا ربحنا بس مو الجائزة الكبرى. لكان شو ربحنا؟ نحنا ربحنا طردية الجائزة الكبرى. أي دخيل عينك شو فهمان؟ لكان أنا بعجبك. أي تقبر قلبي، يلا طلع دروسك لشوف. والجائزة؟ بس نصرفها من خبرك يلا. كنت تشتروا البسكليتها؟ مو تروح الشغلة تعيس معيش؟ لا حبيبي ما راح نروح لك ياها تعيس معيش، طلع دروسك. ماما أنا كمان بدي بسكليتي. أنت بدك بسكليتي؟ وانت بدك بسكليتي؟ تكرم عيونكم وانا كمان بدي سياره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شكوا 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 شكوا، طلعوا دروسكم طلعوا دروسكم. مرحبا وسيم. ايه ايه جميل الحمد لله. لك لا ارتاحت اعصابي. ايه لك عندي مفاجأة بالزحي العال. ما بقدر احكيها على التليفون بعد نص ساعة. ايه عرفت وين. ماشي ما تأخر. الله معك. بلشت تسألني وين رايح. عندي شغل. لا حبيبي ما في تروح. شعللت رح خليكي تغلي غلي لسه تغلي غلي. عندي موعد ما بقدر الغيه. لا حبيبي بدك تلغيه وما في تروح، يعني ما في تروح. لك شو الغيه؟ ان شاء الله ان شاء الله مفكر في موعد غرامي هذا. ان شاء الله مفكر اني رايح اقابل شي وحده. لك عندي شغل. يا حبيبي خلص بعرف انه عندك شغل، بس انا مشان صحتك ما بدي اياك تقابل حدا وانت اعصابك تعبانه. مو تعبانه اعصابي، كانت تعبانه مشان هيك ما بدك بعدي من خلتي. ذكرتني لإله؟ ليش؟ مو انت قلتي لي انه متقدم لك عريس حلو وغني وخلال فتره بده يقطفك من الجنينه؟ ايه مزبوط. بس على فكره يا ريت يكون العريس اللي متقدم لك بمستوى ابن خالتها لمرتي، لانه ابن خالتها لمرتي لهطه. شو بدي اقول لك؟ ذكرت له حدا غيري؟ لا بس مرتي وعدتها خلال الاسبوع انه تلاقي له عروس حلوه واموره. وين رايحة؟ عندي شغل. لكن بس انتو تشتغلوا فيه والله لخليكن تعلقوا بعض الضرائر ولخليكن تفلفلوا فلفلة يا عوازين فلفلوا. ما قلني قلتي له. يلا يلا يلا. مرحبا. أهلين وردة. كيفك مدام منال؟ من الله منيحة. هدول المعاملات لإلك خلصوا وصلوا. كيفك ست ساميان؟ الحمد لله. كيفك انتي؟ شلون هيك تنازلتي وجيتي تزورينا؟ والله انتو دايما دايما بقلبي، بس الشغل اخذ لي كل وقتي. الله يعطيك العافية. شو بتحبي نضيفك؟ درويش ما عنده غير القهوة. إذا درويش ما عنده غير القهوة منشرب قهوة. على عيني. درويش يا روح درويش. مو عنا قهوة عنا شاي عنا جولات عنا بابوش عنا شلمكي وعنا مسكوت وراح أمر. وشو بتكون أنا حاضر؟ بدنا 4 قهوة. مو على راسي كان ناقصة البستان وردي عملت شكو وردي رابعة وحيدة. لا إله إلا الله أنت سمحتي. Thank you.
بس على مين؟ على جية ابن خالتك من باريس بالسلامة. ابن خالتي؟ ابن خالتك الدكتور جراح الأعصاب اللي تخرج من فترة من باريس، اللي سهر عندكم مبارح. وانت شو عرفك؟ جوزك الأستاذ سالم هو اللي قال لي. الله الله، شي حلو والله. وصلتوا بحديثكم للشغلات الخاصة وعم تحكوا بخصوصيات بيتي كمان. ما بقى غير تقلبوا المكتب مضافة. ايه موظفين المكتب واحد، شو بدك ياه لكان يشتغلوا على الخرساني؟ ايه وشو قال لك كمان؟ وقال لي انه ابن خالتك طلب منك تدوري له على عروس حلوة. ان شاء الله ما لقيتي له. قصدي ان شاء الله لقيتي له. ها؟ هيك لكان؟ الاستاذ سالم هيك قال لك؟ يكون بعلمك يا انسة وردي، انا ما عندي لا ابن خالي ولا دكتور ولا مهندس ولا ضراب السخن، ولا حدا طلب مني اني نقي له عروس. وحتى لو كان هذا الحكي مزبوط ما كنت رح اذكرك لحدا، فهمتي؟ ما حدا طلب منك تذكريني قدام حدا، اصلا انا الف واحد بتمناني. وين يا حلوة؟ ما بدك تشربي قهوة؟ خليهم يشربوها هني. هات انا بضيفهم. قلت لي دكتور ومتخرج من فرنسا، ما هيك؟ وجراح كمان. ها شو رأيك انه مرتك طلع ما عندها ابن خالي بنوب؟ وشو عرفك؟ قصدي انت بتعرفي قرايبين مرتي اكتر مني؟ شفتها لمرتك بالصدفة بالكريدور، وقلت لحالي يا وردة لازم تقولي لي الحمد لله على السلامة، لانه مثل ما قلت لي انه ابن خالتها اجا من السفر، فاستغربت الامر وقالت لي انا ما عندي ابن خالي بنوب. ايوه. ايدي على راسك، انت شفتيها بالكريدور ولا رحتي لعندها أصدر على المكتب؟ اخذت لها معاملاتها. معاملاتها؟ ها ايوه. قولي لي هيك وليش عذبتي حالك؟ كنا بعثنا المستخدم يودي لها المعاملات، ولا رحتي لعندها أصدر مشان تزكيكي عروس لابن خالتها؟ انا مو ناقصني عرسان، انا اللي عم قلهم اكثر من اللي عم بستقبلهم. لازم تعرفي يا أنسة وردة إنه قصة ابن خالتها لمرتي صحيحة، أنا ماني كذاب، أنا ما بكذب. يعني مرتك هي الكذابة؟ ولا مرتي اللي هي الكذابة. شلون لكان؟ أنا شفته بالمنام. يلا طلعي. يلا عطية. شلون؟ مرحبا أنسة إيمان. أهلين أستاذ وسيم. يا ميت أهلين وسهلين بالكاتب العظيم. أهلا وسهلا، شرفت نورت المكتب. مو بس المكتب المديري. الأستاذ جوا. إيه جوا، بس عنده شخص كتير مهم. مهم؟ لكان برجع بعد شوي. لا يا أستاذ، ليش تروح وترجع وتعذب حالك؟ تفضل عود هلأ المدير خمس دقايق وبيفضلك. تفضل أستاذ. إذا خمس دقايق بستنى أمري. يا الله. استاذ شو بتحب نضيفك؟ ما بدي تضيفيني شيء، هلا بشرب قهوتي جوا. استاذ بتشرب هون وبتشرب جوا، ولا انا ما بينشرب معي قهوه؟ يا انسه مو هيك قصدت انا. بعرف بعرف استاذ، راح اطلب لك قهوه. امري لله، الله اطلبي لي قهوه. درويش درويش يا اخت درويش. اهلين استاذ وسيم. كيفك درويش؟ دعي لك، شو اخبار المسلسلات؟ شو عامل لنا شيء جديد؟ معطري عطري. انت هيك بدك طالعني بالتلفزيون بدي مشان غني؟ لا 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 لك شو النهار هذا لك يا ابني؟ بعرف هاي الغنيه. درويش جيب لي الاستاذ وسيم قهوه. امو على راسي، احلى فنجان قهوه لاحلى كاتب بالدنيا كلها. وانا لا تنساني. ليش الاستاذ بده يشربها هون ولا جوا عند المدير؟ ايه بده يشربها هون، قضوي. ابوك يا الطبيان. لا 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 يخرجك الله لا يقيمك. إلك ولا للديب؟ خير، بخاف إلي خسى الديب ودق لك على صدري. ما يطلع بإيدي لبي لك طلبة. لا بيطلع بإيدك أستاذ، بيطلع بإيدك. لو ما بيطلع بإيدك ما كنت طلبت منك. إذا هي خسى الديب تفضلي. نعم بدي مثل. إيه أستاذ بدي مثل بالمسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وبدي أعمل دوبلاج كمان. ما حدا أحسن من حدا. بعدين أستاذ أنا كتير موهوبة وبحب التمثيل وعندي اندفاع. ريح. أنا شو لي علاقة بالموضوع؟ يا أستاذ أنت كل الموضوع. انت المفتاح يلي بدك تفتح لي ابواب الشهره وتخليني احط رجلي بالفن. انا؟ ايه انت. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يا استاذ بدي اياك تنقي لي شي دور حلو بمسلسل من مسلسلاتك، وتقنع لي المخرج يخليني مثله. وصدقني يا استاذ انا رح كون سبب نجاح المسلسل، ورح خليه حديث الشوارع والازقه والحواري كلها. هلا عم تحكي جد؟ طبعا جد. يا انسه هذا مخرجنا ورشا شي لوحة كتير، وبينقي هو الأدوار وبيعطي الممثل المناسب للدور الغير مناسب. مشان هيك
بكلمتين حلوين عني لهيك مخرج بياخدني. شو قلت؟ بصراحة بدون زعل ما بقدر أخدمك بنوب، هذا مخرجنا ما بمون عليه بنوب شي حيط. يا أستاذ أنت بس عرفني عليه وما عليه، أنا بخترقه. شلون بدك تخترقي؟ بمواهبي التمثيلية، بس عرفني عليه. واضحة مواهبك واضحة. نعم أستاذ. سامعتك استاذ. ها ليك الاستاذ وسيم هلا اجى لعندي استاذ. عظيم خليه يدخل فورا. حاضر استاذ. شو انا اسفه استاذ، انا اسفه كثير والله ما كان قصدي الا انه اكسبك خمس دقائق مشان اعرض عليك مواهبي التمثيليه. وهي عرضتيها مش الحال. استاذ يستر على عرضك، لا تقول له للاستاذ جميل شو صار. ما بقول له بشرط واحد. شو هو؟ ما بتعملي هالفصل معي مره ثانيه منو. التوبه اخر مره. روحي. تعري حقيقي حبل الكذب قصير. اهلي وسيم، هلأ بدي اتصل فيك مشان تجي لعندي. شو اللي عم يضحكك؟ ما في شيء، شغله صارت معي. شو هي؟ عود احكي لي. ما في شيء، شغله ما بتخصك. ايه سيدي هي جيت لعندك، شو بدك مني؟ يعني ما بتعرف؟ اكيد مشان موضوع زهره. طمني ان شاء الله زبطت الخطه. حصل الانفجار؟ ما بدها تشعل القنبله بالاول ليحصل الانفجار. شو قصدك؟ مبين ما طلع معك شيء. مو على اساس حفظت العبارات وتدربت عليها. لا المشكله مو مشكله عبارات ولا مشكله تدرب عليها. على فكره لبكتني بهي انا ماشي وعم غمض عيوني، مغمض عيوني، حط النقطه منيح على القص. هذا يا سيدي حفظناه الكلمات وتدربنا عليهم، بس المشكله انه هنا راحت عزمتهم اول امبارح على اساس يجوا لعنا امبارح. قامت حضرتها امبارح طلعت جوله واجلت العزيمه لليوم. ايه بسيطه، ببالي زهره سافري. اخي امبارح اليوم مثل بعضها، المهم بالنهايه تنجح. هو من جهة انجح انا ضامن النجاح المرة، بس ما بخبي عنك خايف. من مين خايف؟ شوف يا لك، اذا حسيت انه زهرة بدايقة خفف العيار شوي، بس بعد شو؟ بعد ما تكون ضربت ضربتك. انا مالي خايف من زهرة. اذا مالك خايف من زهرة لكان من مين خايف؟ خايف من مرتي، خايف للدب الغيرة فيها بشكل مفاجئ وما تحمل انه زوجي يغازل وحدة تانية وقدامها وببيتها. يا حبيبي تصور يطلع خلقها وتبهدلنا قدام الناس. أنا إذا هاجت ما في مين يهديها، ما بتعرف هدي. طيب مو هذا اللي بدك إياه؟ مزبوط هذا اللي بدي إياه صح، بس خايف النتائج تطلع غير اللي متوقعها. أنا كل قصدي من القصة إنه نرجع لبيتنا الدفء والحنان الزوجي والغيرة، مو أخرب بيتي. شوف يا جميل، يلي بده يلعب بالنار بده يحرق أصابيعه. ها وإنت وشطارتك بقى، وإذا خايف من هاللعبة بلالك إياها من أصلها. اسمع مني اسمع مني، خلي مرتك على طبيعتها أريح لك. أنا صرت ناصحك أكثر من مرة. يا سيدي بطلت خاف، رح ألعب بالنار لو تشلوطت أصابيعي كلها. حلمي حلمي يا وسيم يوم واحد إجي على البيت وتسألني متمنية. تصطفي إن شاء الله بتحرق إيديك ورجليك. شو بعمل لها؟ أي أو آه عشي بيك. شو صار؟ احترقوا إيدي. بشو؟ بالطنجرة، اجيت لنزلها ومن على النار احترقوا لهب وعم يلهبوا علي لهب. شو ساوي بحالي؟ دبريني انا. اي في واحد بينزل طنجرة سخنة بايدي؟ ما ليك المساكات قدامي. ما اجى ببالي انه هي سخنة لهالدرجة، شو بدي ساوي؟ دبريني. افتحي عليهم المي الباردة. هنا افتحي لي اياها انت، انا مالي قدراني لقة. لقة؟ مالك شايفة ايدي مزفرة بالكبة؟ افتحيها بروس اصابيعك المحمود. وروس اصابيع عم يجعوني، افتحيها انا. إلى الله. هاي فتحتها. بردوا إيدي وخف الوجع، تعي سكري هنا، خايفة ابرد امرض. ها بما أنه خف الوجع سكري، أنت مش شايفتيني مو فاضية. يا لطيف يا لطيف، ليكي قديش حمر وهنا قصة هي عم تنقف علي نقف. سلامتك. قلتك يعني بفقفقوا؟ ان شاء الله لا. ولا رح يتركوا على؟ ان شاء الله بيطيبوا وما بيتركوا اي اثر. ولك بيطولوا ليطيبوا؟ ان شاء الله بيطيبوا اوام. ما بدون دواء؟ ان شاء الله لا. وبركي التهبوا؟ خدي دواء. بس بيقولوا بالتلفزيون الوقاية خير من الف علاج.
لازم انا اخذ لهم دواء قبل ما يلتهبوا. على راحتك ام محمود، خذي دواء. عندك حبه 500؟ عندي حبتين بس خلص اعطيك اياهم. بكفوا حبتين ام محمود؟ مشان الله اتركيني، اذا ما كفوكي حبتين بنزل بجيب لك علبه كامله من الصيدليه، بس اتركيني اعرف اشتغل. اشتغلي حبيبتي اشتغلي، يا ريتني قدر ساعدك، كنت حضرت الاكل كله عنك، بس مثل ما لك شايفه ايدي انحرقت، انعطبت انا. لا ام محمود انا ما بدي اياكي تساعديني، بس تركيني اعرف اشتغل. اشتغلي حبيبتي اشتغلي. راحت. انا معك، قلبي معك، رح اشاركك مشاركه وجدانيه. ايه سيدي، انا بدي امشي لانه عندي شغل، وبتمنى لك التوفيق اليوم، بس مثل ما اتفقنا ها، بتحكي لي شو بيصير معك اول بوال. انت ادعي لي بس. موفق ان شاء الله. استاذ وسيم، استاذ وسيم. طمني طمني، ما قلت له شيء للمدير. شكرا كثير استاذ، بس شو مش عن المخرج؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انا مخرج. ابو رشا، انا واثقة كثير من مواهبي استاذ. قولي ان شاء الله. استاذ، يعني رح تحكي معه مشاني؟ ما قلنا لك قولي ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ وسيم، انا بعرف. بعرف انه عم عزبك معي، بس هالخدمه ما رح انسى لك اياها طول عمري، وبكره لصير نجمه كبيره ومشهوره، وبكل لقاء صحفي رح يساووه معي رح اذكرك بالخير، ورح اقول لهم انه انت اللي ورا شهرتي ونجوميتي، وانت يلي حطيت رجلي بالفن، انا مو مثل غيري. شكرا يا نجمه المستقبل، اسمحي لنا. رح اقول له. تفضل استاذ. رح مزق لك، رح مزق. يا ريتني قلت له للاستاذ وسيم يكون دوري مع دور الاستاذ جميل، بركي بحقق بالتمثيل يلي ما عم بقدر حققه بالواقع. بكره بس يجي رح اقول له. رجعوا ايدي جعوني، عم يلهبوا علي. ردي حطيهم تحت المي البارده. ما رح استفيد، بس ينشفوا عم يرجعوا يجعوني. اي شو ساوي ليك؟ ما بعرف. ولا انا شو شايفتيني دكتوره هيك؟ لكان انا وحيده وابني بخور فكان، عم بتخليني اتوجع من الحرق وما بتساعديني. الحق علي يلي اجيت بدي احمل الطنجره عنك، لو تركتك الك تحمليها كان زمانك هلا عم تنطي من الوجع نط وما تحطي، وكان هاد نقف عليك ينف. يا ام محمود، مو نوصل انه انا ما بدي ساعدك، بس ماني عارفاني شو بدي ساوي لك. خلاص بس يجي واحد من الاولاد ببعث لك اياه على الصيدليه ليجيب لك مرهم للحرق. منيح كتر خيرك، وانا شو بساوي لبين ما يجوا الاولاد؟ عم يلهبوا علي لهب، عم يحرقوني. انزلي انتي على الصيدلي وجيبي المرهم، انا بدفع لك حقه مني. ما بدي دفعك مصاري مشان شغله مو محرزه. لا معلش جارتنا ما تاكليها، فوق التلفزيون في 100 ليره، روحي خديها وانزلي جيبي الدواء من الصيدليه. قوم. يعني ما فيها سالي؟ لا ما فيها سالي، روحي. منين اجتني هالبلوه؟ يعني ناقصتها؟ يلا. مليح يلي القضت بمية ليرة، أحسن ما كانت تضل على الغدا وتنزعلي العزيمة. يبعد لحمة. هنا هنا أنا نازلة ها على الصيدلي، جيب لك شي معي؟ لا تبريني، روحي روحي. الله معك. انت كيف تطلع من الدائره بلا اذن؟ انا كم مره مفهمك ما بتتلحلح من هون الا باذن مني شخصيا. بس انا ما طلعت لك. كيف ما طلعت؟ طلبتك الصباح وما لقيتها. الله وكيلك انت ما طلعت. الله وكيلك انت طلبتي انت اللي قلت لك ما طلعت حتى انا اجي. الله وكيلك يا انت تمام مني جبت لك مشان ابي جبت لك يا الله وكيلك. خلص هدي هدي، هلا انت اللي جبت لي القهوه الصباح. انا انت ليش في حدا مستخدم غير من المكتب؟ الله وكيلك الله وكيلك انت. طيب خلص، طالما انت اللي جبت القهوه ليش مو انت اللي دخلتها لعندي؟ انا مو منبه عليك ما بتخلي السكرتيره تفوت لي القهوه نهائيا. ايش هذا اللي جيت دخلناه من جهه القهوه على المكتب؟ انت اللي طالع من القهوه. انا طالع من المكتب؟ مين اللي طالع من المكتب؟ انت. الله عدمني حالي اذا طالع من المكتب انا. الله معي، الله لا يوفقني اذا طالع من المكتب. أنسي أمل، تعي لعندي لشوف، تعي. معقول يكون الأولاد
لسه ما رح اقوم. هذا انت؟ انا الحي عم هب عيهم. شيلي هذا من تمك واحكي مني عن محمود. أنا الحقيني بالمرهم إيدي عم يهبوا علي هاب. قريتن يهبوا عن حقه وحقي. شو رجعك؟ امبالي رحتي وخلصت منك. ايه أنا وين سرحتي وصفنتي؟ تعي أوام ده دي روس أصابيعي عم يجعوني. ايه فسي هنا فسي عم نفقس. هي أكتر شي عم تحرقني. ها لا تزعلي. حاجة هنا خليهم لدهنة تانية. سكريها ورجعيها على الكيس أوام. تكرم عينك إن شاء الله ارتحتي. يعني حاسب حالي أحسن ها. أما أنا شو هالأدوية غليانة كتير يا. بقيله الصيدلي معي 200 ورقة. لا غليان كتير مرهم الحرق. صار حقه 300 ورقة. مو المرهم اللي حقه 300. لك شو هو اللي ب300؟ أنا جبت حب 500 تبع الالتهاب ودواء سعلي ودواء للرشح ودواء لوجع الراس متحميلة. ايوه طب دواء المسكن ودواء الالتهاب فهمنا بفيدوكي للحرق، بس الرشح والسعلة والتحميلة مشان شو؟ لك جبتن احتياط. بركي أنا رشحت بالليل بتلاقي صيادلة كلها مسكرة. تصطفلي أنت حرة. أما شو أكابر هالصيدلي وابن حلال؟ تاري شو بيعزكن وشو بيحبكن. ليه شو عمل معي؟ لما ما كفت الميت ورقة اللي أعطيتيني إياها قلت له يا ريت تسجل الباقي على الأستاذ جميل. قال لي تكرم عينك وعين الأستاذ جميل. الأستاذ جميل ما في منه بيمون على الصيدلية كلها. يعني هلأ الميتين ليرة البقية تتسجلت علينا؟ إيه وقال إمتى ما بتحبوا تفعون هو مأمنكن. يكتر خيرك وخيره. ما قلتي لي هنا وين وصلتي بالاكل يا ترى؟ حشيتيهم للكبايات؟ حشيتهم وقليتهم. شوفي ام محمود شو رايك تروحي انت على بيتك مشان تستخدمي الدواء مشان تطيبي بسرعه وبعدين ببعث لك واحد من الاولاد ومعه كم قرص كبه. روحي. لا والله انا معقوله اترك حبيبه قلبي هنا تتلبك بالعزيمه شيت المعزيمه؟ اعوذ بالله ما بتركك انا بنوم. دوقيني لشوف وحده يا ترى طلعوا طيبين. هاتي هاتي هاتي. ألو مرحبا كيفك ست نريمان؟ أنا سامية. سامية قلت كنت ساكنة تحتكم بالبناية من 10 سنين. اللي كنت أبعث لك حراق أصبعه ما تذكرتيني. يا أهلين كيفكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله كلهم ملاح. ست نريمان اللي عندك طلب صغير. ما يأمر عليكي ظالم. قدريت إن جوزك الأستاذ منصور صحبه هو مديرنا جميل حمصي، فإذا ما في سئلة بدي إياه يحكي معه مشان يوظف لي بنتي. مسافر؟ وين مسافر؟ وبيطول ليجي؟ طيب كتر خيرك. طب إيه خلينا نشوفك. إيه أضرب أنا وحظي ما إجا يسافر إلا هلا وقت بدي إياه. الله يصلحك. وانتي كمان ما سألت عليه غير لحتى عتستي؟ لا هلأ تذكرته العشر سنين ما أنا شايفته. مشان الله حاجته تقسو بده يوظفها سكرتيرة. يعني بده يوظفها سكرتيرة. الشغلة صار فيها تحدي. دلك على طريقة تكسبي فيها التحدي. هاتي لشوف. اترك رجال وحاجة تتنقلي من واحد لواحد. الرجال ما بيطلع بإيدهم يعملوا شي. مالي غير النسوان. الرجال ما حدا بيقنعوا إلا المرأة. ما هيك منا؟ فعلا المرأة هي عنق الرجل، تدير رأسه أينما أرادت وكيفما أرادت. معكم حق. تعرفوا لي شي وحدة بتأثر عليه؟ ليش هو بيقدر يحكي مع وحدة كلمتين على بعضهم من غير ما يتلبك لحتى تكون عنده وحدة تأثر عليه؟ قصدي شي وحدة من قرايبينه. مالي غير مرته. مرته؟ ايه مرته. ليش لا؟ روحي لعنده وحكي له قصتي وتبكبكي له شوي ونزلي دموعك على خدودك برق قلب عليك وبتساعدك. والله فكرة. بس وينك؟ إذا زبطت معك هالمرة الوظيفة رح يكون الحلوان محرز لأني أنا صاحبت الفكرة. لك تكرم عينكم رح أجيب الكود اللي بدكم إياه. بس قلي لنا قبل بوقت مشان ما نفطر. ولا قلي يعني أنا فكري ما نتعشى قبل بيوم. إيمان؟ أمون؟ شو؟ مطولة بالشغل؟ شوي. ليش؟ هيك في موضوع كنت حابة أحكي معك.
احكي احكي بسمعك انا عم بشتغل. بتلاقي عندك شريط رقص شرقي؟ شو لي؟ لا لا ولا شيء ولا شيء. ما قلت شيء. قولي لي خجلانة؟ هاي الشغلة ما بدها حياة. خجلانة؟ ماني خجلانة، ليش بدي اخجل؟ يا ستي عندي شريط رقص شرقي. خلي جسم الوحدة يرقص لحاله. بتعيريني يا أمو؟ لا. ليش؟ بهديك اياه وبسجل لك اياه عشريط، لازم يبقى عندك دايما، لانه هي الشغله ما لازم تصير مره وحده بالعمر، لازم تتكرر كل فتره وفتره. فهمت عليكي، انت بتجيبي لي اياه؟ بكره. ليش بكره؟ اليوم بعد الظهر بروح لعندك على البيت بنشرب فنجانين قهوه وباخده. تكرم عينك. لا اتصل بجوزي شوفه كأنه بالمكتب ولا طلع يقابلها. جعنا. لا بس قصدي انه بدي اجيب لك شريط رقص شرقي. لك شو بكون؟ شو صاير لكم؟ وحده غرقانه بالحسابات كأنه بدها تحط ميزانيه الامم المتحده، وحده حايصه ومو عرفانه شو بدها تعمل. اهدوا خيلتوني بقى. شلون بدك يعني اهدى وجايينا انذار وفاتوره الكهرباء ب 485 ليره وما بقيان معي لاخر الشهر غير 810 ليره ولسه الشهر بنصه؟ ايش بدي ادفع لك كهرباء وشو بدي يبقى معي لاخر الشهر؟ يعني هلا اذا غرقتي بالحسابات رح تنحل مشكلة فاتورة الكهرباء؟ لا ما بتنحل، بس عم شوف من انو بنت بدي دبرهم. لك حبيبتي الحق عليكي، كان لازم تحسبي حسابهم من اول الشهر وتشيلي حقهم على جنب. مالي عرفاني انه هالشهر في فاتورة كهرباء، لسه هداك الشهر دفعنا وحدة، في الهم عادة يطالعوا كل شهرين فاتورة. ليش ما دريتي؟ صاروا ينظموا الفواتير على الكمبيوتر. اي بعد حمل الكمبيوتر وساعته. على كل حال ولا يهمك، انا بدينك حق فاتوره الكهرباء ولما بتقبضي الاضافه بتوفيني اياهم. لقيتها. تعي انا بدينك. راحت. وانتي شو قصتك؟ امي شبها مريضه؟ لا. لكن شبها تركتني وراحت. لوين راحت؟ على بيتها. تروح الله معها، شو اللي قالك عليها؟ شو ما بتعرف تروح لوحدها؟ نجاح بلا برادة قلبها. ماني ناقصتك. فهمت عليكي، انت خايفانه يجوا الاولاد من المدرسه وما يلاقوا حدا بالبيت. لك صحيح على فكره جارتك شو صار فيها؟ ما رجعت على بيتها؟ تضرب ما اقل عقله هي الثانيه. قال شو راحت حردت عند بيت اهلها. هلا يعني واذا شافت جوزها قاعد مع وحده ثانيه ضروري تخرب بيتها بايدها؟ بسيطه بسيطه، روحي هلا لعند المدير خدي اذن وتيسري على بيتك. حبيبتي هذا اللي مخوفني، بعدين المدير مهددني ما اطلب اذن مشان هذا الموضوع مره ثانيه. والاحلى من هيك بس كون عنده ما عاد اعرف احكي بصير بتقتي. معناتها اقول لك شغله، امي روحي من عدا ما تقلي له وبلكي سال عني. ما راح يسال، وان سال بقول له رحتي على الديوان او رحتي علي. يعني امي فيكي؟ ايه ايه امني. امي امي روحي. ايه حبيبتي معاشي ما ناقص ولا عقوبات ولا حسومات. ان شاء الله ما راح ينحسم منه شيء، قومي توكلي على الله. يلا قدي. الله يديمك يا حماتي. الو اهلين استاذ سمر. لا سمر مو هون. ايه طلعت استاذ من زمان، راحت على البيت. ايه على عيني، اول ما بتجي الصبح ببعت لك اياها وبقول انك سالت عليها. حاضر استاذ، مع السلامه. فخار يكسر بعضه. خلص لا تكلي هم، الكهرباء ما راح يقطعوها بكره باذن الله. بتقبضي راتبك باول الشهر وبتدفعي الفاتوره. شو بده يكفي هالقبض ليكفي الشهر الجاي؟ جايتنا مونه. طب انا شو اسوي لك؟ زود لي معاشي. الله يخليك، انت حنون وقلبك كبير، يخلي لك مرتك يخلي لك اولادك، روح ان شاء الله يخلي لك عافيتك يا رب. الهي يا رب يطول عمرك. شلون بدي زود لك معاشي؟ طلبتي اضافي، كلفناكي بالاضافي، اخر الشهر بتقبضيه. اعطيني كم اذن سفر. ليش لوين بدك تسافري؟ لوين ما كان، لحمص لحمى لدير الزور للحسكه، المهم اني اقبض اجرتهم اخر الشهر. ايه بس يعني طبيعه عملك ما بتخولك انك تسافري ولا لمحافظه. مثل ما بدك، ما بسافر، بس اعطيني خمس ست اذونات سفر بكفي. استغفر الله العظيم يا ربي، كيف بدي اعطيك اذونات سفر بدون ما تسافري؟ باخذهم على الورق بس، هيك بنت خالتي بتساوي بوظيفتها. إلا كانت بتروحي بتتوظفي عند بنت خالتك، انا ما عندي بدائرتي صرف اذونات سفر وهميه. اعطيني ثلاثة بس. ثلاثة شو؟ ثلاثة اذونات سفر، شي يدفع حق الفاتورة. ولا واحد، يلا على مكتبك. حاضر. يعطيك العافية يا حلوة. أهلين. زكاتك شوفي لها المعاملة عندي. هات لشوف معاملتك عند الست ليلى. قلعاني
وين الست ليلى؟ لا تقولي راح تاكل عسل، مشان العسل وتمسلسلي وياك مدير عام. اي لا اطمن، الست ليلى مو قدرانة تاكل بصل حتى تاكل عسل. وين؟ راحت لعند المدير هلا بترجع. ليك هاجي. ليلى؟ نعم شو بتريد؟ تعال بكره. لا لا هيك نزعتيها. خلص هلا بساوي لك اياها. ويا ليلي العاشقين كملت. بسيطة يا درويش بسيطة، كان ضروري تقول له للمدير اني كذبت عليك لحتى يبهدلني هالبهدلة، انا بفرجيك. استاذ استاذ ان شاء الله بصير قد النملة والصرصور اذا بعايد، ان شاء الله بصير قد النملة والصرصور. خلص قلنا شك ما عليك. اخ اخ يا ابوني لك 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 شو عم تعملي انتي؟ ما عم اعمل شيء، عملت بالبيت. عم ترتبي البيت؟ ومين قال لك ترتبي البيت؟ لقيته شوي مكركب، قلت له قبل ما ترجعوا من الشغل ما بدكم ما بيعجبكم، هلا برجعوا مثل ما كان. مكركب قلتي لي، يعني انتي اللي عم تمسحي الغبره؟ ايه انا. وانتي اللي حطيتي الهزاز هونيك؟ كمان انا اذا ما عجبك محله ببدله. يا حرام يا حرام. شو هذا الحرام اللي عملته؟ مو حرام هالايدين الحلوين الناعمين اللي بينلفوا لف بالحرير الطبيعي، حرير الأز الخالي من السلولوز، ينفضوا الغبره ويحطوا الهزاز هوني؟ نعيم؟ قولي يا مره ثانيه، كمان قولي يا مره ثانيه، معلش قولي يا كمان مره، قولي مرتي مرتي. ليش واقف هون؟ عم بستنى الباص. هلا هون موقف باص؟ عم فك اللمبه. زهرة شوفي اسألي هو بيقول لك. نعيم ليش مزعل زهرة؟ انا ماني مزعلة، انا ماني مزعلة ابدا، انا زعلتك شيء؟ صدقيني ما زعلتها، ليش حدا بيقدر يزعل الزهر والورد؟ نعيم بلا حركات، قلي شو عامل مع زهرة؟ انا ماني عامل معها شيء، انا عملت معك شيء؟ صدقيني ما عملت معها شيء، ما صار لي دقيقتين داخل من باب الدار. ايه بعرفك بدقيقتين بتخرب بلد، قلي شو عامل مع زهرة؟ اسأليها. زهرة قلي لي شو عامل معك؟ رجع يعمل معك حركات السابقة؟ بسيطة، أنا فايتة ضب شنطي وبدي سافر. تسافري؟ والجماعة اللي عم ينتظرون على الغدا؟ روحي أنت وجوزك، أنا بدي سافر. ما بيصير تسافري، العزيمة كلها مشانك. الله يرضى عليك يا زهرة، لا تخجليني قدام رفيقتي، هلأ منروح منتغدى وبس نرجع لكل حادث حديث. بروح بس على شرط باخذ شنطايتي معي وبطلع عند رفيق على الكراش. عجبك؟ راح صوتها، كل ما بتزعل بيروح صوتها. ولا يهمك أبدا، أنا بحكي عني. جاي من هون؟ معقولة كان حبيبتي نروح لعند رفيقتك ومانا حاملين بإيدنا شي؟ شو في هون خرجي تاخد؟ صحيح نحن أخدين معنا أحلى زهرة، بس ما بيمنع أبداً إنه ناخد معنا باقة زهر. حركاتك وبعرفها، اكل مع الضيوف ما في يعني ما في، اذا جوعان بتفوت بتاكل بالمطبخ، ما انا جوعان ما رح تاكل ليروحوا الضيوف. شو قلت؟ قلت راي عيط لاخي مشان نتغدى بالمطبخ، حسبي الله ونعم الوكيل. شي انا هنا حبيبتي انت صارت معدتي عم تمرط علي مرت مشان الحبايه، ناوليني كبايه. تفضلي. محمود ام محمود
زهر يا احلى زهره فواحه بريحه عطر. تكون زهرة مو جاية؟ لا اطمن حبيبي جاية. شو جاب هالبلوي هلا؟ الله لا كان جاب الغلا. بعدين بحكي لك. شو جارنا؟ شايفتك كثير ملهوف على جاية الآنسة زهرة، بيظهر حلوة؟ حلوة وبس أم محمود إيه بتطير ضبنات العقل. كثير حلوة بقيت هالورد بتجني. اوعك تفكري لا سمح الله اني جايب هالباقة مشان زهرة. لا صحيح هي حلوة بس حلاوتها ألا انا جايب هالباقة بعرف حبيبي بعرف انت جايبهم لتحطهم على الطاولة لتفتح شهية الضيوف على الأكل ما هيك؟ هيك هيك زهرة فواحة. تفضلوا تفضلوا. مساء الخير استاذ جميل. اهلا وسهلا. لسه مهديات كلك ذوق. تفضلوا تفضلوا لا توقفوا على الباب شرك استاذ جميل. تفضل تفضل. يلا يلا. يا اهلا وسهلا يا اهلين. اهلا وسهلا يا اهلين بها. اهلا وسهلا فيكي. اهلين. خفت جيب علبة حلو تفكريني جايب علبة حلو للحلوين. قمت جبت باقة ورد للورد. اهلا وسهلا تفضلوا. اهلين 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 وسهلين ومرحبتين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا تاخذوني مالي قدراني انا اسلم عليكم مشان ما لودكم لانه احترقت ايدي بالطنجره وانا عم بطبخ كل هدول الاكلات. ما في ان شاء الله. الله يعافي قلبي. لا تواخذينا انسه زهره يعني انا كان مفروض امبارح اني اعزمك بس يعني انا انشغلت مع جروب سياحي وما بتعرف. انت لا تحكي ولا كلمه ما تعذبي حالك ابدا بالحكي لانه صوتك رايح مدري ليش. انا بحكي عنها هي لو كانت بتقدر تحكي كانت قالت لك لا تعذبي حالك ما في داعي ابدا تعذبي حالك كنا جينا انا وماها شربنا لنا فنجان قهوه عندك وانا هلا بقول لك ما صار شيء خليها لبكره بتجي لعنا بتشربي لك فنجان قهوه. اي سلامه صوتك يا زهره ما هذا خلي عينك تعي ساعديني شوي بالمطبخ زي جميل سايره لزهره لبما يجي. لحظه زهره انا اللي بسايره ما عليكم منا ابدا لانه زهره تعبانه وصوتها ماله طالع مدري ليش. ميرسي كلك ذوق ابو طارق. طارق شو رايك نطلع لبرا نقول لهم جوعانين؟ لسه هلا اكلنا ما حلنا نجوع اصلا انا ما شبعت مشان نطلع نتغدى مع الضيوف انا وانت مو حلوه؟ انا اكلت لشبعت بدك تاكل انت اطلع بركي ماما بتعمل لك زفه مرتبه. شو بدك تساوي معي يعني؟ جوعان بدي اكل. اجرب. اي بجرب ماني خايف. عجبك على هالام اللي عنا؟ قافله الباب بالمفتاح ومن برا كمان. ايه معها حق لانك انت ما خرجت تقعد تاكل مع الضيوف. يا حلوه مثل هديك المره. انجكرك. وانت كمان انت بدك تصير تجي لعنا وتتغدي؟ يا حلوه. هنا هنا طعميني كبة. ان شاء الله عجبك الاكل. لحظة انت لا تحكي بنوبة مشان صوتي بجنن يسنى مدياتك على هالطبخ. ان شاء الله صحتين وهنا. الحقيقة كل الاكل طيب
يعني بصراحة الواحد بيحتار مين بده يطلع، قصدي مين بده ياكل، قصدي شو بده ياكل. يا ريت تطلع بصحنك تعرف شو بدك تاكل. ما بتعرفي يا زهرة قديش جميل معجب فيك، وما تصوري قديش الدهية لما هديك المرة اجى على الغدا وما لقاكي، ما هيك جميل؟ لأنه بيفهم ليش في حدا بيشوف حلاوة زهرة وأدب زهرة وأخلاق زهرة وظرافة زهرة وما بيتمنى كل يوم ياكل وهو عم بيشم ويمتع نظره بأحلى زهرة. طمني شنطيكي بالسيارة. شبك حبيبي جميل؟ صرعتني بزهرة، ليش ما عزمتي زهرة؟ ليش ما اجت زهرة؟ وهي زهرة قدامك توصى فيها، ما لك شايفني مشغولة بأم محمود؟ شو بتحبي؟